بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. طلاب الأعزاء، السلام الله عليكم ورحمته وبركاته. بدأنا المحاضرات بتاعتنا بالهيدروكربونز، واتكلمنا على الألكان والألكين، وقلت إن أنا عندي الهيدروكربونز ديت بتنقسم إلى ساتيوريتد وأن ساتيوريتد. الساتيوريتد اللي هي الالكنز، يعني ايه ساتيوريتد؟ قلت لي كل البوند اللي عنده كلها او الكربونز الهايبرديزيشن بتاعها بيكون اس بي 3، يعني كل اللي موجود عندي عباره عن سنجل بوند اللي هي كوفالنت سيجما بوند. ان ساتوريشن يعني معنى ذلك كلمه ان ساتوريشن دي في كده بدا عندي ان يكون عندي دبل ايه، دبل بوند. وزي ما احنا عارفين الدبل بوند بتتكون من بوند سيجما وبوند ايه، وبوند باي، وباي اللي هي سهله الكسر زي ما اتكلمنا في التفاعلات بتاعت مين، بتاعت الالكين. بعد كده بعد ما خلصنا المحاضرة اللي فاتت السايكلو ألكان والألكينز، هناخد النهاردة برضو من الأنساتيوريتد هيدروكربونز اللي هو الألكينز. وزي ما انتوا عارفين من الإعدادي إن الألكينز ده بتحتوي على إيه؟ على تريبل بوند. يبقى عندي الألكين دبل بوند، الألكينز تريبل بوند، واحدة سترونج بوند اللي هي السيجما، واثنين باي بوند سهلة الإيه؟ سهلة الكسر. فبدام عندي إن عندي باي بوند فأكيد التفاعلات بتاعتها هتكون شبيهة بتاعت مين؟ بتاعت الألكينز بالظبط. فانا لو جيت عندي بالنسبه لاول حاجه هنتكلم على النومنكلتشر، بعد كده هنتكلم على البريباريشنز ازاي بحضر الالكينز، وبعد كده هتكلم اخر حاجه على الرياكشنز. وان شاء الله النهارده المحاضره مش هتكون طويله يعني ان شاء الله. فما باجي زي اي حاجه بعملها لما باجي اتكلم على النومنكلتشر، بختار اول حاجه ذا لونجست تشين كونتينوس تشين كونتينينج تريبل بوند. زي ما كل ما بادئين من الالكان بالظبط بختار اطول سلسله كربونيه تحتوي على تريبل بوند، نفس الكلام ينطبق على الالكين. بعد كده بتكلم كالكان عادي، بسمي كالكان بس المقطع ان اللي في الاخر ده بقلبه ل واي ان اي ان، يبقى اي ان اي بتبقى واي ان اي. يبقى لو قلت بروبان تبقى بروباين، ايسان تبقى ايساين، بيوتان تبقى بيوتاين، بنتان بنتاين، هكسان هكساين، واند اي اند سو اون. بعد كده بنعمل النمبرنج ازاي؟ كنت اقول هناك ببدا النمبرنج بحيث ادي سبستيتوانت اقل رقم، هنا نفس الكلام بقى اشوف النمبرنج ابدا منه بحيث يدي التريبل بوند اللي عندي اقل ايه، اقل ايه، اقل رقم. يبقى التريبل بوند تيكس ذا ليست ايه، ذا ليست نمبر. في عند الحاجات اللي انتم شايفينها الكلام اللي مكتوب ده، في عندي هنا مكتوب حاجه اسمها انترنال الكاين وحاجه اسمها تيرمينال الكاين. ايه الانترنال الكاين وايه التيرمينال الكاين ده؟ الانترنال الكاين ده اللي هو عندي التريبل بوند بين اثنين كربون، بين اثنين كربون، بين اثنين كربون، وكل واحده منهم من الداخل، يعني معنى ذلك ان الكربونز ديت ما عليهاش اي هيدروجين. انما التيرمينال الكاين، تيرمينال كلمه تيرمينال ديت يعني طرفي، ما دام هتبقى تيرمينال الكاين طرفيه انا معنى ذلك ان الالكاين اللي عندي ده في واحده من الكربون اللي عندي اللي هي الطرفيه هيكون موجود عليها ايه؟ موجود عليها هيدروجين، ما ينفعش يبقى موجود اكتر من هيدروجين، لان عندي الكربون هتبقى متصله بتريبل بوند والكربون رباعيه، يبقى ما فيش عندي الا بوند واحده اللي هي هتكون متصله بس بايه؟ بوان هيدروجين اتوم. نخش على التسميه وبرده ندي امثله للانترنال والترمينال ايه والترمينال الكاين. انا عندي الراجل ده بيحتوي على كام كربون؟ 1 2 3 4 5، يبقى 5 يبقى اسمه بنتا، لو هو بنتان يبقى بنتاين، يبقى بين ايه؟ يبقى بنتاين. ولو ما اجي اعمل النمبرنج هعمل النمبرنج مين؟ قلت بحيث ان انا ادي التريبل بوند ليست ايه؟ ذا ليست نمبر. يبقى هنا 1 2 3 4 5، ده لو عملت العكس. لو جيت اشوف التسميه من الناحيه الايه؟ من الناحيه الثانيه هيبقى ايه؟ 1 اشوف التريبل بوند هتاخد رقم كام؟ 1 2 3 4 5. يبقى لما عديت من الشمال الارقام اللي فوق الحمراء ديت هنا التريبل بوند خدت كام؟ رقم 2. لما عديت من اليمين 1 2 3 التريبل بوند خدت رقم كام؟ رقم 3. وان في اي تسميه از بوسبل ان انا ادي لعند الفانكشن جروب او الحاجه اللي عايز اسميها في اي تسميه هناخدها عموما بعد كده، لازم لما احب ادي الفانكشن جروب ادي لها اقل ايه؟ اقل رقم. يبقى طبعا يبقى 2 بنتاين 2 ايه؟ 2. يبقى ده 2 بنتا يعني 5 كربون، انا عندي 5 كربون، واين يعني عندي ايه؟ عندي تريبل بوند. 2 دي بتاعني ايه؟ بتاعني ان التريبل بوند اللي هي الاين ديت بتبدا من عند الكربون رقم 2. الكربون رقم كام؟ 2. لازم اعد من الشمال، لان لو عديت من اليمين من هنا من السهم اللي الكربون اللي السهم عليها ديت 1 2، هنا ديت هتاخد رقم كام؟ هتاخد رقم 3. يبقى لما يبقى رقم 2 افضل من رقم كام؟ افضل من رقم 3، عشان كده بقول 2 بنتاين. 2 بنتاين بتاعنا ايه؟ بنتا يعني في عندي الهيدروكربون ده 5 كربون، اين يعني عندي تريبل بوند. طب ايه 2 ديت؟ 2 ديت بتاعني ان اللوكيشن بتاعت التريبل بوند ديت موجوده على الكربون رقم كام؟ موجوده على الكربون رقم 2.
طب الراجل ده لما نيجي نقول هل هو تيرمينال ولا انترنال؟ انا قلت اهو ديت بيقول عليها انترنال، هي داخليه، القين جروب داخلي، ادي كربون وكربون، ده بكل واحده دول بينهم ثلاثه بوند، ده بالرابعه ايه؟ عباره عن بوند مع مين؟ كربون، وهنا بوند مع مين؟ مع كربون، يبقى دي بقول عليها ايه؟ انترنال القين، انترنال القين، يبقى معنى ذلك ان الاثنين كربون اللي مكونين ليه عاملين لي فورميشن ليه التريبل بوند مش معاليهم اي ايه؟ اي هيدروجين، ما هو الكربون رباعيه، التريبل بوند دي كده ثلاثه، ده بالرابعه ايه؟ متصل هنا بالكربون ومتصل من الناحيه ديت مع ايه؟ مع كربون، يبقى دي كده بقول عليه انترنال القين، يبقى الانترنال القين التو كربونز اللي عاملين لي فورميشن للتريبل بوند ليس عليهم اي ايه؟ اي هيدروجين خالص، اي هيدروجين ايه؟ اي هيدروجين خالص. يبقى انا دلوقتي لو جيت اعد من اليمين قلت ثلاثه بنطين ده ما ينفعش. لان لازم قد ايه؟ قد اعمل التريبل، التريبل بوند تاخد ليست نمبر از ايه؟ از بوسيبل، يبقى اقول اثنين بنطين انما ما اقولش ثلاثه ايه؟ ثلاثه بنطين. ناخد بعض الامثله، انا عندي هنا اقل هيدروكربون بالنسبه للالكين اللي هو الاسيتيلين، خدته في الاعدادي اللي هو اسمه الايوباك نيم اسمه الاي ساين، اي ساين ايسا يعني كام؟ يعني اثنين كربون، واين يعني تريبل ايه؟ يعني تريبل بوند. الفورمولا دي بقول عليها سي 2 اتش 2 زي ما انتم عارفين اسمها مولوكولار فورمولا، مولوكولار فورمولا الصيغه الجزيئيه. انما اللي بتبين لي التريبل بوند او الدبل بوند او البوند اللي موجوده عندي دي بقول عليها كوندنسد استراكشر فورمولا، كوندنسد استراكشر فورمولا. يبقى عندي دلوقتي هنا نوعين من الفورمولا دي كده بقول عليها لما اجيب عدد الكربون وعدد الهيدروجين من غير ما اعمل ابين البوند اللي موجوده عندي هل هي سنجل هل هي تريبل هل هي دبل بوند، ماشي دي اسمها مولوكولار فورمولا، بحيث احط عدد كل اتوم فقط، اقول سي 2 مثلا اتش 2 مثلا او اتش 5 او اتش مثلا، اقول سي 3 اتش 4 او لو هو مثلا يعني اي بحيث ما بديش اي بوند ولا اي حاجه، دي اسمها مولوكولار فورمولا. انما الكوندنسد استراكشر فورمولا ديت هي الايه؟ اللي هي الاستراكشر فورمولا الايه يعني اللي انا مكثفها مع بعضها، بحيث ان انا هنا ببين فقط الايه؟ البوند الفانكشن جروب اللي هي التريبل بوند اللي موجود عندي، في حاجه عندي اسمها استراكشر فورمولا فقط اللي هي بتبين لي بقى ازاي الكربون متصل بالهيدروجين لو في عندي اكثر من جروب مثلا ميثيل او اي حاجه ثانيه. يبقى انا عندي دلوقتي دي اسمها مولوكولار فورمولا، دي اسمها عندي اسمها كوندنسد استراكشر فورمولا، بحيث ما اجيبها لك في الصح والغلط او الام سي كيو واقول لك سي 2 اتش 2 ده بتاع الاسيتيلين ديت مولوكولار فورمولا ولا كوندنسد استراكشر فورمولا او اي مثال من الامثله ديت او اي امثله اخرى. يبقى المولوكولار فورمولا اجيب عدد ذرات الهيدروجين، عدد ذرات الكربون، عدد ذرات الاكسجين، عدد ذرات النيتروجين اللي موجوده في المركب اللي موجود عندي وخلاص، بس بعد ده اقول سي 2 اتش 2 اتش 5 او 3 سي 3 اتش 7 ان 2، يبقى دي اسمها مولوكولار فورمولا. انما بالطريقه دي لما بين الفانكشن جروب اللي موجود عندي او دي بيقول عليها كوندنسد استراكشر ايه؟ استراكشر فورمولا. يبقى اول عندي لما بيحتوي على اثنين كربون اسمه اللي هو الاي سجام الايسان يبقى اي ساين، مش انا قلت ببدل الان بواي واي ان اي يبقى اي ساين، ده دي بروبان تبقى بروباين، سي 3 يبقى بروبان يبقى بروباين، سي اتش 3 سي تريبل بوند سي اتش، ده ابدا اقول عليه تيرمينال ولا انترنال القين؟ ده لا اقول عليه تيرمينال القين، ليه؟ لان الاثنين كربون اللي مكونين للتريبل بوند في واحده منهم هي الطرفيه هي اللي عليها السهم ديت عليها ايه؟ عليها هيدروجين، عليها ايه؟ عليها هيدروجين. ده باجي للبيوتاين، البيوتاين يعني في كم كربون؟ في اربعه، واحد اثنين ثلاثه اربعه، ده اقول عليه برضه ايه؟ تيرمينال القين، ليه؟ لان الكربون من الاثنين كربون عاملين التريبل بوند عليها ايه؟ عليها هيدروجين طرفيه خارجيه، اللي هي لازم تكون طرفيه تيرمينال. دي بقول عليه برضه تيرمينال الكان اللي هو الوان بيوتاين، الوان بيوتاين ده في منه ايزومر تاني، ممكن التريبل بوند ديت تكون موجوده بين الكربون رقم 2 ورقم 3 يبقى اسمه 2 بيوتاين، اجي ابص هنا سي 4 اتش 6، هنا كام؟ سي 4 اتش 6، دول بقول عليهم ايزومر لبعض، يعني الاثنين فيهم تشابه جزيئي، هو نفس ذرات الكربون، هو نفس ذرات الهيدروجين بالايه؟ بالظبط، ففي عندي ممكن تكون الدبل بوند ديت طرفيه بقول عليها تيرمينال الكاين، ممكن تكون انترنال. في مين؟ في التو بيوتاين، تو بيوتاين يعني ايه؟ بيوتا يعني اربعه كربون، واين تريبل بوند، وتو يعني التريبل بوند موجود على الكربون رقم اثنين، اجي اعد كده من اليمين او الشمال واحد اثنين، الاثنين هي ثلاثه اربعه، لو عديت من اليمين واحد اثنين ثلاثه، من اليمين زي الشمال بالظبط في التو بيوتاين، يبقى ده اسمه هنا يبقى ده تيرمينال، لان عند الكربون اللي عامله التريبل بوند عليها هيدروجين هي الطرفيه اسمها تيرمينال يعني طرف. طب هنا مفيش الكربون، ادي كربون وكربون مكونين التريبل بوند نفسهم زي المثال ده بالظبط، زي المثال ده بالظبط، ادي عندي هنا سي اتش 3 وعندي هنا سي اتش 3، يبقى ده بيقول عليه انترنال القين، انترنال القين، وفي الاخر المحاضره ازاي نفرق لو عندي انترنال القين وعندي تيرمينال القين ازاي نفرق بين الاثنين بحاجه نحطها بحيث يديني مع ده حاجه معينه ويديني مع ده حاجه ايه؟ حاجه معينه، يعني انا لو عندي 1 بيوتاين و2 بيوتاين دول ايزومر لبعض، عدد ذرات الهيدروجين واحده وعدد ذرات الكربون واحده، ازاي افرق بينهم؟ بتست معين، الكلام ده هنشوفه في الاخر.
في عنده 1 بيوتاين 1 بنتاين، بنت يعني كام؟ 5 كربون، وان يعني موجود على الكربون رقم كام؟ رقم 1. يبقى عد كده، يبقى قلت لازم ادي التريبل بوند اعد من الناحيه اللي تدي لها اقل رقم، يبقى ده رقم 1 2 وادا كمان 2 يبقى 4 وواحده ادا 5، دي سي اتش 2 كل 2 معناها ايه؟ يعني سي اتش 2 وجنبها سي اتش 2 ثانيه، بس اختصارا بعملها سي اتش 2 كل كام؟ كل 2. عشان كده بقول عليها كوندنسد استراكشر فورمولا، كوندنسد يعني مضغوط او مكثف، ماشي؟ يبقى ده اسمه 1 بنتاين، 1 بنتاين يعني تريبل بوند موجود على الكربون رقم 1. انا قلت ده 1 بنتاين، يبقى ده تيرمينال ولا انترنال؟ خلاص عرفناه، يبقى اسمه تيرمينال، لان الكربون اللي عامله لي التريبل بوند هي طرفيه وعليها هيدروجين. انا قلت عندي ده 1 بنتاين، ده بالاولاني خلاص، ده كان اسمه ايه؟ 2 بنتاين. هو ده بالظبط الايزومر بتاعه، هتعد عدد ذرات الكربون 5، عدد ذرات الهيدروجين 8 بالظبط، بس ده بيقول عليه 2 بيوتاين. كانت هنا التريبل بوند موجوده من عند الكربون رقم كام؟ رقم 2. يبقى ده عشان كنت بقول على ده اسمه ايه؟ انترنال الكاين، انترنال الكاين داخليه، انترنال الكاين. يبقى الانترنال الكاين يبقى التو كربون اللي عاملين لي مكونين للتريبل بوند ليس عليهم اي هيدروجين، لان الرابطه الرابعه متصله بايه؟ متصله بكربون من اليمين والشمال. انما التيرمينال الكربون طرفيه، الكاين طرفي، يعني الكربون اللي هي عامله لي التريبل بوند الطرفيه ديت عليها ايه؟ عليها هيدروجين، عليها ايه؟ عليها هيدروجين. يبقى في عندي 1 بنتاين وفي عندي 2 بنتاين، عنده 1 بنتاين و2 بنتاين، عندي 1 بيوتاين وعندي 2 بيو ايه؟ بيوتاين. ماشي؟ يبقى دول فيهم ايه؟ كلهم ايزومر لايه؟ كلهم ايزومر لبعض. قلنا في عندي تيرمينال وفي عندي ايه؟ وفي عندي انتر. نيجي بعد كده لبعض التسميات الايه البسيطه. انا قلت عندي إيه؟ لو انا عندي دلوقتي تريبل بوند مع دبل بوند في مركب واحد، يبقى ده الكاين والكين في مركب واحد، ادي لمين وانسب لمين؟ او مين اللي ياخد اقل رقم؟ اللي ياخد اقل رقم اللي التريبل اللي هي الفانكشن جروب سواء كانت الدبل او التريبل تاخد اقل رقم لو هي طرفيه او هي على النهايات بتاعه المركب اللي موجود عندي. يعني انا لو جيت ابص هنا، هنا ادي تريبل بوند، ده بان عندي هنا الدبل بوند هنا موجوده من بدايه المركب من الاند ديت، لا يبقى في الحاله ديت انسب لمين؟ انسب للالكاين، مش انسب للالكاين، يعني الالكاين ابدا من الاند ديت بتاعته هي اللي ايه؟ ابدا منها النمبر، يبقى دي 1 2 3 4 5، يبقى 5 اسمه ايه؟ بنت، بنت يعني 5 كربون، 3 اين يعني 3 اين يعني ايه؟ يعني الكين، 3 اين يعني الكربون رقم 3 فيها انساتوريشن بدبل بوند، 3 اين، 1 اين، 1 اين يعني ايه؟ يعني الكربون الاولانيه عندها تريبل بوند مع الكربون الثانيه. لان انا قلت هنا لما يبقى متجمع عندي دلوقتي دبل بوند مع تريبل بوند، الاقرب منهم لنهايه المركب من النهايه، الاقرب منهم من النهايه من الاند بياخد اقل ايه؟ بيتيكس ذا ليست ايه؟ ذا ليست نمبر، تيكس ذا ليست نمبر. يبقى الاقرب منهم للنهايه بقول الكلوزر تو البوند، الكلوزر تو ذا اند تيكس ذا ايه؟ ذا ليست نمبر. يبقى دي 1 2، ده انا لو كنت بعد من هنا الدبل بوند ده هتاخد كام؟ هتاخد لو بعد من الناحيه اللي عليها السهم من الشمال 1 2 3، يبقى بين 2 و3، انما التريبل بوند هنا بين كام؟ 1 و2. يعني لو التريبل بوند دلوقتي كانت مكان الدبل بوند والدبل بوند مكان التريبل بوند، يبقى كنت يبقى كان اللي ياخد اقل رقم المين؟ الدبل بوند، زي المثال ده بالظبط كده. هذا 1 2 3 4 5 نفسه برضه بنت، بس انا عدي هنا مين بقى الطرفي؟ الاقرب للنهايه مين؟ الكلوزر تو ذا اند مين؟ هو 1 2 هنا الدبل بوند، انما هنا لو عديت من الناحيه دي 1 2 3 التريبل بوند هنا هبدا من عند كام؟ رقم 2، يبقى لازم ابدا من عند رقم ايه؟ من عند رقم 1. طب رقم 1 هي اللي فيها مين؟ هي اللي فيها الدبل بوند، يبقى اقول بنت يعني 5 كربون 1 اين 3، هي الثلاثه هي اللي فيها التريبل بوند 3 اين، 3 ايه؟ 3 اين. يبقى الدبل او التريبل بوند الاقرب منهم للنهايه للطرفي لنهايه المركب بحيث ابدا من عنده النمبرنج بحيث ياخد اقل رقم، هو ده اللي اداله اقل ايه؟ اديله اقل رقم، ما تفرقش سواء كان دبل بوند او ايه؟ او تريبل بوند. ده لو الاثنين عندي بقى واحد منهم هما الاثنين بنفس الوضع، بحيث ان لو عديت من اليمين فعند دبل بوند هتاخد رقم 1، ولو عديت من الشمال عندي تريبل بوند تاخد رقم 1، فالبرايورتي هنا هتكون لمين؟ البرايورتي هنا هتكون للالكين، للدبل بوند. يعني الوقت الشرط اللي فوق ده اللي انا كنت بقول عليه ده متجمع هنا في الاثنين، الناحيه دي هنا لو عديت هنا واحد الدبل بوند واخده رقم 1 بين 1 و2، لو عديت من الشمال التريبل بوند اللي هتبقى دي برضو 1 و2. يبقى الحل ايه في الحل ديت؟ قال لك يبقى دولت لما يكونوا الاثنين متجمعين مع بعض، اف دبل اند تريبل بوندز ار لوكيتد ات ذا سيم ديستانس فروم ذا اند،
في نفس المسافة من النهاية، دبل بوند تيكس ذا برايورتي، يبقى الدبل بوند هي اللي تاخد البرايورتي، يعني هي ايه؟ هي اللي ابدا من عندها النمبرنج، هي اللي ابدا من عندها النمبر. يبقى هنا يبقى معنى ذلك ان الدبل بوند هتاخد رقم واحد، والتريبل بوند هنا تاخد رقم كام؟ رقم اربعة، لان هنا واحد اثنين ثلاثة اربعة، يبقى هم خمسة كربون، يبقى بنت 1 ين 4 اين، 4 اين، او اقول 1 بنتين بنتن 4 اين، 1 بنتن 4 اين، ان ديت معناها ان انا عندي دبل بوند في رقم واحد، و4 اين ان الكربون رقم اربعه عندها ايه؟ عندها تريبل بوند مع الكربون رقم كام؟ مع الكربون رقم خمسه. اظن التسميه كده لحد ما واضحه جدا جدا. بعد كده نيجي للايه؟ خلصنا النومنكلتشر او النيمنج، نيجي للبريباريشنز. البريباريشن شبيهه جدا بتحضيرات بتاعت الالكين، بس انا هناك الالكين كنت بكون، كان بيبقى عندي سنجل بوند واكون منها دبل بوند، يعني بعمل عمليه، كان غالبيه التفاعل كلها بقول دي هيدرو برومينيشن، دي هيدرو هالوجينيشن، كنت بشيل ايه؟ مثلا اتش بي ار او اتش سي ال واحده عشان اكون دبل بوند، عشان الالكين عباره عن سيجما بوند وايه؟ وباي بوند، انما عندي انا عندي دلوقتي ايه؟ الالكين ده سيجما واثنين باي، يبقى معنى ذلك اعمل عمليه الاليمينيشن او الدي هيدرو هالوجينيشن كم مره عشان اكون اثنين باي؟ ان كان هناك الالكين بعمل مره واحده، يبقى هنا لازم اعمل كام؟ اعمل مرتين. يبقى لو كان هناك اتش بي ار بطلعها مره واحده، يبقى هنا لازم اطلع الاتش بي ار كام؟ مرتين، لان كل واحده هتخرج الاتش مع البي ار بتكون لي دبل بوند باي بوند، يبقى لازم اعمل مرتين عشان اكون كام؟ اكون التريبل بوند. يبقى هناك كنا بنقول من عمليه الدي هيدرو هالوجينيشن اوف الداي هالايد، انا كنت بقول على ده لما يبقى عندي كربون وكربون ادجيسنت لبعض، ودي عليها بي ار وديت عليها بي ار، كنت بقول عليهم فيسينال داي هالايد، فيسينال داي ايه؟ داي هالايد، ده بقول عليه فيسينال داي بروميد. ولازم عشان يعمل عمليه الدي هيدرو هالوجين، دي هيدرو هالوجينشن ايه؟ دي يعني نزع، قلت اليمينيشن اي 2 رياكشن او اي 2 ميكانيزم باختصار اليمينيشن، هيدرو يعني هيدروجين، يبقى لازم المركب يكون الكربون من الاثنين الادجيسنت اللي بعض عليهم هيدروجين، يعني ما ينفعش ديت تكون ديت عباره عن مثل ودي عباره عن مثل وهنا بي ار وهنا بي ار او سي ال وسي ال، واقول اعمل دي هيدرو هالوجينيشن ازاي؟ مش هينفع، لازم يكون الاثنين كربون الادجيسنت لبعض اللي بقول عليهم فيسينال داي هالايد دولت، يبقى اثنين كربون ادجيسنت لبعض كل واحده منهم عليها ايه؟ عليها بي ار، وفي نفس الوقت لازم يكون عليها هيدروجين. ما هو البي ار مش هتخرج، ده لازم يخرج قبلها الهيدروجين، ده از ايه؟ از بروتون. وقلت لازم التفاعل انك ارجع للالكين فيري سترونج بيز، يبقى اول خطوه ناقص اتش بي ار، يبقى الفيري سترونج بيز هتاخد الاتش دي از بروتون. ليه؟ لان البي ار بتسحب، وقلت الالكترون نيجاتيفيتي الالكترون وذروينج جروب بتزود الايه؟ بتزود الاسيديتي، يعني لما البي ار بتسحب من الكربون، يبقى الكربون هيسحب من مين؟ هيسحب من الهيدروجين، هياخد البوند اللي بينه وبين الهيدروجين ناحيته، يعني معنى ذلك ان الهيدروجين ده يكون سهل ان هو يخرج از بروتون، بس في حاله مين؟ في حاله وجود الفيري سترونج بيز زي الالكوهوليك بوتاسيوم هيدروكسيد، زي الصوديوم تيرشري بيوتوكسيد اللي اتكلمنا عليه المره اللي فاتت، كل اللي هي الايه؟ الفيري سترونج بيز اللي اتكلمنا عليها. يبقى الاتش هتخرج از بروتون، يعني اتش عليه شحنه موجبه، يتبقى على ديت لون بير من يحصل لون اوفرلابنج هنا بين الكربون دي والكربون دي، يبقى الكربون كده بقى حوالي خمسه، يبقى لازم تخرج مين؟ البي ار ديت از جود ليفنج جروب، يبقى البي ار مع الاتش يبقى ماينس اتش بي ار. يبقى انا كده عملت دبل بوند، ده بان لسه عندي اتش وعندي بي ار، يبقى فيري سترونج بيز، هاخد الاتش از بروتون، يبقى البوند ديت بقت على موجوده مين؟ موجوده على الكربون، هيحصل لها اوفرلابنج هنا زي ما السهم انا عامله كده، يبقى في الحاله ديت الكربون دي بقى حواليها خمسه، يبقى لازم يخرج البي ار ديت از جود ليفنج جروب، يبقى بي ار از بروميد، لان البي ار بتخرج جود ليفنج جروب بتاخد الرابطه اللي بينها وبين الكربون اللي عليها السهم دي، يبقى بي ار ماينس از بروميد مع الاتش موجب بروتون، يبقى بقول ايه؟ ماينس اتش بي ار، لازم في وجود مين؟ الفيري سترونج بيز، يبقى اداني مين؟ اداني التريبل بوند. يبقى انا عملت عمليه البروميشن كم مره؟ عمليه الدي هيدرو برومينيشن او دي هيدرو هالوجينيشن او عمليه الاليمينيشن او عمليه النزع مرتين، كل مره بكون بقى ايه؟ دبل بوند، في الاخر كونت ايه؟ تريبل ايه؟ تريبل بوند. مثال على عندي الكهوليك بوتاسيوم هيدروكسيد زي ما شرحت في السايكل، او كان الكهوليك بوتاسيوم هيدروكسيد، يبقى اعرف ان البوتاسيوم هيدروكسيد هنا بيشتغل از فيري سترونج بيز، واي لما اقول كلمه بيز يعني في عندي في المركب اللي البيز هتتفاعل معاه في هيدروجين لها اسيدك كاركتر، لها اسيدك ايه؟ لها اسيدك كاركتر، يعني سهل ان هي او عندها امكانيه انها تخرج از ايه؟ از بروت. يبقى حاجه هنا انا عندي هنا ادي اتش وادي البي ار، وانا عندي هنا بي ار وادي اتش اهيت، ده عندي كمان اثنين، يعني عندي هنا لو جت افرد ديت ادي عندي هنا اتش واحط فوق هنا كمان ايه؟ اتش زي ديت موجوده هنا، ديت متصله بسي اتش 2 يعني اتش وكمان ايه؟ وكمان اتش، يبقى نفس اللي احنا قلناه فوق ده. يبقى عندي فيري سترونج بيز هتاخد هيدروجين از بروتون، البوند دي هتحصل لها اوفرلابنج هنا، يبقى تخرج البي ار الثانيه. نفس الكلام بيجي بعد كده الخطوه الثانيه بعد ما كونت الالكين
اقوم ده الالكين اهو كونته اول واحده دبل بوند، ممكن استخدم نفس الفيري سترونج بيس ديت، او في عندي بيس ثانيه اسمها صودا مايد. الناس تكتب ورايا صودا، صودا يعني صوديوم، وايمايد اللي هي ال ان اتش 2 دي، وعليها كومبليت نيجاتيف تشارج زي ما انتم عارفين، زي ما اتكلمنا في النيوكلوفايل. النيوكلوفايل هو حاجه عليها نيجاتيف تشارج، اتوم او جروب عليها نيجاتيف تشارج او لون بير من الالكترون. اغلبيه النيوكلوفايل اغلبيتهم كلهم بيشتغلوا از نيوكلوفايل واز بيز. اس بيز يعني ايه؟ يعني حاجه عندها الكترونات بحيث تاخد الهيدروجين اللي هو البروتون ده وتقوم واخداه من المركب، لان الهيدروجين بروتون عليه شحنه موجبه، اللي هياخد الشحنه الموجبه ده مين؟ لازم حاجه عليها شحنه ايه؟ حاجه شحنه سالبه. فالنيوكلوفايل اغلبيتها بتشتغل از ايه؟ از بيز، والبيز بتشتغل اغلبيتها از ايه؟ از نيوكلوفايل، اللي هم الاثنين مشتركين في ايه؟ ان هم عليهم لون بير من الالكترون او شحنه ايه؟ او شحنه سالبه. فهو النيوكلوفايل بقول هو ايه اللي بيحمل شحنه سالبه لون بير او عليه ايه او عليه نيجاتيف تشارج. البيز نفس الكلام، لما قلت صوديوم هيدروكسيد از بيز، الاو اتش دي بقول عليها بيز ليه؟ لان عليها شحنه هيدروكسيد عليها نيجاتيف تشارج، تاخد الاتش البروتون من اي ايه من الاتش سي ال تتحول الى ايه؟ تتحول الى ووتر. المثال المعروف من الاعدادي ده، فانا عندي هنا صودا مايد بتشتغل نفس شغل مين؟ نفس شغل الالكوهوليك بوتاسيوم هيدروكسيد. يبقى عندي هنا اتش، عند هنا اتش، وعند هنا ايه؟ وعند هنا بي ار. هتاخد الاتش ده از بروتون، يحصل له اوفرلابنج، يبقى اعمل هنا بوند جديده، يبقى الكربون دي بقى حواليها خمسه، يبقى لازم البي ار دي تاخد البوند اللي بينه وبين الكربون وايه؟ وتتكل على الله تمشي. يبقى بي ار عليها نيجاتيف تشارج مع الاتش، يبقى ناقص اتش ايه؟ ناقص اتش بي ار، ناقص اتش بي ار. الصوديوم طبعا هيتفاعل مع البي ار يديني صوديوم برومايد، والان اتش 2 مع الاتش يديني مين؟ يديني الامونيا، ويتكون عندي في الاخر سي اتش تريبل بوند سي اتش، اللي هو الالكين، اللي هو الايساين، اللي هو الاسيتيلين، اللي هو مين؟ اللي هو الاسيتيلين. سي 2 اتش كام؟ اتش 2. وزي ما انتم عارفين المولكيولار فورمولا بتاعت، او الجنرال فورمولا بتاعت الالكين، سي ان اتش 2 ان ماينس 2. انا قلت الالكان سي ان اتش 2 ان زائد 2، الالكين سي ان اتش 2 ان وبس. يعني عدد الكربون اضربه في 2 يطلع لي عدد الهيدروجين. لو قلت عندي في الالكين سي 3 البروباين، يبقى عندي عدد الهيدروجين كام؟ يبقى عندي عدد الهيدروجين 6. الالكين بقى سي ان اتش 2 ان اضربه في 2 ماينس 2 واطرح منه كمان 2. يبقى انا لو انا عندي 2 زي الايساين ده 2، يبقى المفروض بقول اتش 2 ان، يبقى المفروض 2 في 2 ب 4، يبقى المفروض 4 هيدروجين، والتكمله الجنرال فورمولا ماينس 2 وخصم 2، يبقى ال 4 ماينس 2 يبقوا كام؟ يبقوا 2. يبقى سي ان اتش 2 ان ماينس 2، يبقى لو عندي 2 كربون يبقى في عندي 2 ايه؟ 2 هيدروجين. يبقى في 2 كربون في 2 هيدروجين، في عندي 3 كربون يبقى في عندي 3 ايه؟ يبقى في عندي 3 ايه؟ 3 لو عندي 3 كربون هقول ايه؟ يبقى سي 3 اتش 6 ماينس 2، يبقى هيبقى عندي سي 3 اتش كام؟ اتش 4، سي 3 اتش 4. طيب يبقى ده قلت دي هيدرو هالوجينيشن. اجي اخد مثال تاني، انا عندي بقى زي ما قلت عندي الفيسينال، دول كده بقول عليهم فيسينال داي هالايد، كل كربون ادجيسنت لبعض، كل واحده عليها ايه؟ عليها برومو. ده لو الاثنين على كربونه واحده زي الكلورو ده، الداي كلورو ده، ده اللي قلت المره اللي فاتت، لما يبقوا على كربونه واحده بقى اسمهم جيمينال داي كلورايد، او جيمينال داي هالايد، حسب جنرال كده، حسب الايه؟ حسب الهالوجين اللي موجود عندي، يبقى اسمه جيمينال داي كلورايد. يبقى الاثنين كلورايد، الهالوجين موجود على كربونتين ولا كربونه واحده؟ على كربونه واحده. يبقى هنا في الحاله دي اسمها ايه؟ اسمها جيمينال داي كلورايد او جيمينال داي هالايد. انما لو سي ال موجوده على الكربون دي رقم واحد مثلا، والكربون دي رقم اثنين، يبقى كده بقول عليهم جيمينال داي ايه؟ اقول عليهم فيسينال داي كلورايد. انما على كربونه واحده زي ما احنا شايفين كده بالشكل ده، يبقى اسمها بقول عليها جيمينال داي ايه؟ داي كلورايد. طيب احط فيريس، احنا قلنا الصودا مايد ده شغال از ايه؟ فيري سترونج بيز. طب انا حطيته هنا واخد منه 2 مول ليه؟ لانه هينزع 2 اتش سي ال عشان اكون كام بوند، لانه لو خدت منه واحد يكون لي الكين فقط، هيعمل لي نزع الاتش سي ال واحده ويكون لي دبل بوند. ده انا عايز كام؟ عايز تريبل. ده انا عايز اكون 2 باي بوند، يبقى لازم استخدم 2 مول من ده بحيث يطلع لي كام اتش سي ال؟ يطلع لي 2 اتش سي ال. ما انا قلت زي ما قلت في المحاضره اللي فاتت والسلايد اللي فات، كل اتش سي ال هتخرج هكون بها دبل بوند. ده انا عايز اكون 2 دبل باي بوند، 2 باي بوند، يبقى لازم اطلع كام؟ 2 اتش سي ال. يبقى الاتش ده، يبقى الاتش ده هياخد الفيري سترونج بيز، هتخرج از بروتون، يبقى دي كربون ديت عليها نيجاتيف تشارج، يحصل لها اوفرلابنج هنا يطلع سي ال،
ده كده كونت دبل بوند، سيجما بوند وباي بوند، ده انا لسه عايز كمان باي بوند، اعمل ايه؟ يبقى الاتش ده مع السي ال دي كمان مره اكون مين؟ التريبل ايه؟ التريبل بوند. والراجل ده انترنال الكين ولا تيرمينال؟ بمجرد النظر كده ده عباره عن انترنال ايه؟ انترنال الكين، لان انا عندي الاثنين كربون اللي مكونين التريبل بوند ما لهمش اي هيدروجين خالص، يبقى كده اسمه انترنال ايه؟ انترنال الكين. المثال نفس الكلام ده، يبقى ده اسمه جيمينال دايكلورايد، يبقى ده ابدا اقول عليه جيمينال دايبروميد؟ لا، ده انا عندي البي ار على كربونه، والبي ار على كربونه زيه زي المثال ده بالظبط، زيه زي المثال ده ايه بالظبط، يبقى ده بقول عليه فيسينال دايبروميد، فيسينال دايبروميد. لو حبيت اسميه اقول ايه؟ 1 2 3 4 من اليمين زي من الشمال، يبقى 1 يبقى اقول 2 و3 دايبرومو بيوتين، مش البيوتين اربعه، ودي كلها عباره عن سنجل بوند، يبقى 2 و3 دايبرومو بيوتين، ده عباره عن ايه؟ عباره عن فيسينال داي هالايد. اقول لك ال 2 و3 دايبرومو بيوتين ده فيسينال داي هالايد او داي بروميد، ولا اقول عليه جيمينال؟ فرام على الاثنين برومو على اثنين كربون، يبقى اقول عليه ايه؟ اقول عليهم ايه؟ فيسينال داي بروميد. ولازم الاثنين كربون يكونوا ادجيسنت لبعض، يعني ما ينفعش الكربون رقم واحد دي مثلا واحد والكربون رقم ثلاثه، لا لازم يكونوا الاثنين ادجيسنت لبعض، بعض بقى واحد واثنين على طول قريب، يعني عد ديت واحد يبقى الثانيه اثنين. طيب استخدمت هنا الفيرسترونج بيز اللي هي مين؟ لما خدنا في الكربين المحاضره اللي فاتت بتاعت الالكين، بوتاسيوم تيرشري بيوتوكسايد، قلت برضو هنا اثنين ايكوفلنت او اثنين مولي، لان هيطلع لي اثنين اتش بي ار، اثنين اتش بي ار، يبقى كل واحده اتش بي ار بتخرج بكون بها باي بوند، فانا عايز اكون تريبل بوند، يبقى اخرج كام؟ اخرج اثنين اتش بي ار، وطبعا عرفنا الميكانيزم بيحصل زي عمليه الاليمينيشن، الاتش الفيري سترونج بيز هنا هتاخدها از بروتون، يبقى برامج الاتش خرجت از بروتون عليها شحنه موجبه، يبقى معنى ذلك ان الكربون دي اللي اكتسبت البوند اللي بينها وبين الهيدروجين يبقى عليها شحنه سالبه، او البوند ده يحصل لها اوفرلابنج تنزل هنا، يبقى لازم يبقى الكربون ده حواليها خمسه، يبقى لازم البي ار ديت تخرج از جود ليفنج جروب، يبقى الاتش مع البي ار تخرج از اتش بي ار. تاني مره الاتش ديت مع البي ار، يبقى ده مول تاني من البي ار، يبقى ناقص 2 اتش بي ار، وكونت الايه؟ وكونت التريبل بوند، وده اسمه ايه؟ 1 2 3 4، يبقى ده اسمه 2 بيوتاين، 2 بيوتاين، وعباره عن ايه؟ عباره عن انترنال الكين. في عندي واحد اسمه كوري فوكس رياكشن، كوري فوكس رياكشن دول اثنين عالمين مع بعض، اللي هو الياس كوري وفيليبس فوكس. الراجل ده خد جائزه نوبل سنه 1990، والراجل ده عباره عن اللي هو فيليبس فاكس ده من جامعه بوردو في اليو اس اي. المهم عملوا لي رياكشن، عملوا لي عمليه ان انا لو جيب ده، احنا عارفين الفانكشن جروب ده سي دبل بوند او اتش، يبقى ده عباره ايه؟ عباره عن كربونيل كوم، ده بانهي نوع؟ الدهيد ولا كيتون؟ عباره عن الدهيد. لما خدنا ايه؟ لما خدنا في عمليه الايزونوليسيس والالدهيد والكيتون اللي بيخرج عندي من عمليه الاوكسيديتيف كليفج، يبقى انا عندي كل اللي عمله الراجل ده ايه؟ ان هو اهم حاجه اعرف بس الريجنت، انا مش عايزك تعرف حاجه اللي تعرف ان الراجل ده جاب الالدهيد، الالدهيد فعله مع حاجه اسمها تراي دي ثلاثه بي اتش ديت اللي هي حلقه البنزين، حلقه البنزين ما تبقى اس جروب بقول عليها فينيل، يبقى فعله مع التراي فينيل، البي ديت اختصار فوسفورس، اسمه يبقى اسمه على بعضه تراي فينيل فوسفين، تراي فينيل فوسفين، تراي فينيل فوسفين. في وجود الكربون تترا بروميد وفيرسترونج بيز، وفيرسترونج بيز اهم حاجه عندي في ده كسولفنت، اهم حاجه اللي بتفاعل مين؟ التراي فينيل فوسفين، ولازم عندي فيرسترونج ايه؟ فيرسترونج بيز. اللي بيحصل عندي يبقى الراجل ده اهم حاجه عندي بقى بيحصل له عمليه كونفرشن للالدهايد الى الكاين، الى ايه؟ الى الكاين. انا كونت عندي ادي ار وسي، ار وسي، ايه اللي خرج عندي؟ ار سي السهم ده ادي كربون وادي كربون وادي اتش وادي ايه؟ وادي اتش. يبقى اللي بيطلع عندي ده عباره يبقى كوري فوكس رياكشن ده بيحضر لي انترنال الكاين ولا تيرمينال الكاين؟ بيحضر لي تيرمينال الكاين، ادي عندي كربونات من اللي فيها تريبل بوند وعليها ايه؟ وعليها هيدروجين، يبقى ما بيحضرش ليا الانترنال الكاين، يبقى بيحضر التيرمينال الكاين. ده بايه تاني؟ عباره ان هو بيجيب الالدهايد، الالدهايد وليس الكيتون، الالدهايد، وبفعله مع التراي فينيل ايه؟ تراي فينيل فوسفين. يبقى انا لو عندي الالدهايد بيحتوي على اثنين كربون، لو قلت ريميسايل ودي كربونات سي دبل بوند او اللي عليها السهم ديت كربون، بس قلت دبل بوند لاين دي سي دبل بوند او، يبقى دي عندي لو قلت ريميسايل يبقى عندي اثنين كربون، اللي خرج فيه كام كربون؟ واحد اثنين ثلاثه، يبقى الالدهايد اللي عنده بيزود عليه، بزود عليه كمان كربون. يبقى انا عندي هنا كنت بادئ الالدهايد لو قلت ريميسايل يبقى زي الاسيتالدهايد كربون وكربون، دول اثنين، اللي خرج عندي كام؟ واحد
من الميثايل دي للارض، لو قلت دي ميثايل وادي اثنين وادي الثالثه اللي مكونين اللي هي التريبل بوند، يبقى معنى ذلك يبقى كوري فاكس رياكشن الالكين اللي بيخرج بيزيد عن الالدهايد بكام كربون؟ بكربون واحده. بكربون ايه؟ بكربون واحده. يبقى كل ما هنالك ايه اللي بعمله؟ هيبقى عندي ار سي تريبل بوند، ار سي تريبل بوند، ها سي اللي عليها السهم ديت اتش. ما هو كل واحده من دي كربون وادي كربون، مش قلت التريبل بوند بين اتنين كربون بس، دي بالبوند لاين ما بتترسمش، يبقى ادي كربون وادي كربون اللي عليها السهم دول. يبقى ان اند، يبقى ان البرودكت الالكاين اللي عندي بيزيد عن عن الرياكتنت او الستارتنج اللي انا بادئ به بكام كربون؟ بكربونه واحده. يبقى اهم حاجه عندي يبقى كوري فوكس رياكشن التفاعلات ديت من التفاعلات، يعني يعني اشك ان حد اصلا يكون يسمع عنها. ده عباره عن الدهايد بحضر منه التيرمينال الكاين، ده عباره الريجنت اللي بستخدمه في التفاعل مع الالدهايد عباره عن تراي فينيل فوسفين. الناس تكتب ورايا تراي فينيل فوسفين في وجود الكربون تترا بروميد ووجود فيري سترونج بيز. فيري سترونج بيز الالكاين اللي بيخرج عنده قلت بيكون تيرمينال وبيزيد في عرض الكربون عن الالدهايد اللي انا بادئ به بقاعد بكربونه واحده. انا قلت هنا ادي، لو قلت دي سي اتش 3 بادئ وادي كربون وادي كمان كربونه يبقى اثنين. اللي خارج عندي كده كام؟ ادي واحد اثنين ثلاثه. وبحضر منه ايه تاني زي ما اقول اخر مره عشان نظر لاهميته؟ عباره عن اللي هو الايه؟ اللي هو التيرمينال الكاين. تيرمينال الكاين يعني انا عندي الكربون اهيت اللي عامله التريبل بوند عليها ايه؟ عليها هيدروجين ايه؟ طرفي في الايه؟ في النهايه من الطرف. ماشي؟ الميكانيزم بتاعه ده طبعا ميكانيزم طويل عريض، يعني ايه عشان ما نضيعش في وقت، ده للقرايه فقط، للقرايه فقط. ولو حد عايز اي حاجه فيه مفيش اي مشكله، بس ده للقراءه فقط. اهم حاجه عندي الجزئيه اللي انا شرحتها في الاول ديت فقط، تعرف هو ايه اللي انا كوري فاكس بفاعل مين والريجنت ايه. قلت تراي فينيل فوسفين وجود الكربون تترا بروميد وجود فيري سترونج بيز بفعله مع الالدهايد علشان يديني مين؟ تيرمينال الكاين، والالكاين ده يزيد عن الالدهايد ب 1 كربون اتوم. انا كنت بادئ هنا لو قلت ده 1 2 اللي طلع عندي 1 2 3 بس. اجي بعد كده عمليه الاديشن على الايه؟ على التريبل بوند. اجي بعد كده للرياكشن، احنا كده خلاص عملنا التحضيرات او عملنا التسميه، اجي بقى للرياكشنز بتاعت مين؟ بتاعت الايه؟ الالكاين. الرياكشنز بتاعت الالكين شبيهه جدا بالالكين، لان انا عندي يعتبر الفانكشن جروب من اللي هي الباي بوند سهله الكسر، باي بوند سهله الايه؟ الكسر مع بعض الاختلافات الايه؟ البسيطه. انا لو جيت ابص كده انا كاتب عندي هنا ماركينيكوفز اديشن، يعني الاضافه عن طريق ماركينيكوفز، وقلت ماركينيكوفز يعني ايه؟ يعني بضيف مثلا هيدروجين بروميد او اتش سي ال، او بضيف حاجه موجبه وحاجه سالبه. الجزء الموجب بيروح على الكربون اللي يحتوي عدد اكبر من ذرات الهيدروجين، الجزء السالب اللي بقول عليه اناين او نيوكلوفايل يروح بقى على الجزء اللي فقد الباي بوند عندي من مين؟ من الالكاين، يروح يتفاعل معاه. بس زي ما شرحنا في الالكين بالظبط، والالكتروفيليك اديشن ميكانيزم اللي قلناه في اول الرياكشنز بتاعت الالكين هو نفس الكلام بالظبط. ده بايه الانو الفورم ده وايه الكيتو فورم؟ انا عندي هنا هيطلع لي انترميديت هنشوفه دلوقتي، بقول كلمة اي نول. ان ديت يعني ايه؟ من المقطع كده ان، يعني في عندي دبل بوند، ده بو اول، في عندي او اتش، يبقى هلاقي عندي كربون اللي هشوف عندي مقدمة اللي انا هحاول اتكلم عليها دلوقتي، كربون متصلة بأو اتش، وفي نفس الوقت الكربون ديت عاملة دبل ايه؟ دبل بوند مع كربونة تانية. يبقى كلمة اي نول، ان يعني دبل بوند، وقول يعني او اتش، فانا بقول ده هيبقى ايه؟ هيبقى عندي كربون متصله باو اتش اللي هي الاول، وفي نفس الوقت متصله بدبل بوند مع كربون ثانيه اللي هي مين؟ اللي هي الاين، اللي هي الايه؟ الالكين. ده بالكيتو فورم. ايه الكيتو فورم ده؟ هلاقي الشكل اللي هو الاين والفورم اللي موجود عندي ده اتحول لحاجه اسمها كيتو فورم. ايه الكيتو فورم ده؟ كلمه كيتو جايه من كيتون، او جايه او ممكن كيتون او تكون الدهايد حسب المركب اللي موجود عندي. ماشي؟ يبقى معنى ذلك ان الاو اتش الكربون اللي كانت متصله بالاو اتش ديت اللي انا بقول عليها في الان والفورم، ماشي، هتتحول من مكان هي سي او اتش هتبقى سي دبل بوند او. ده بالكربون ده انا قلت بقول ان الكربون ده متصله بكربون ثانيه فيها دبل بوند، بينهم دبل بوند، لا الدبل بوند دي بقى هتروح على الكربون الثانيه، يبقى في عندي كربون ماسكه في او اتش هتبقى سي، مكان ما هي سي او اتش هتبقى سي دبل بوند او. ده بالسي دبل بوند سي ديت الكربون الثانيه اللي عامله الدبل بوند ديت هتتحول هتاخد الباي بوند اللي الثانيه اللي هي عامله الالكين، ويبقى عليها نيجاتيف تشارج، وهنتكلم ازاي الوقت ايه في الميكانيزم ده حصل ازاي. ما علينا، يبقى انا دلوقتي بقول اكوردنج تو ماركينيكوفز على التريبل بوند
هضيف ال HCl، يبقى ال HCl ده عندي H و Cl. من الموجب؟ ال H عليه بوزيتيف تشارج، ال Cl عليه نيجاتيف تشارج، يبقى ال H ده بقول عليه الكتروفايل، ال Cl اقول عليها نيوكلوفايل، نيوكلوفايل. يبقى ال H الموجب ده هيروح على مين؟ هيروح على زي ما قلت في الالكين، يروح على مين؟ يروح على الكربون التي تحتوي عدد اكبر من ذرات الهيدروجين. ليه؟ لان الكربون اللي هي، يبقى معنى ذلك الباي بوند ديت هتروح على الكربون دي اللي عليها السهم، يبقى الكربون دي بقى عليها شحنه موجبه. قلت اللي عليها شحنه موجبه الانترميديت ده يبقى اسمه كربو كاتايون. ده ليه؟ لان بيكون الكربو كاتايون ده هايلي ستيبل. انا لو جيت ابص ده دي ار ومتشد بالكربون يبقى اكون هايلي ستيبل، لها بوزيتيف اندكتيف افكت. علشان كده الباي بوند بتروح على مين؟ على الكربون اللي بتحتوي عدد اكبر من ذرات الهيدروجين، لان الكربون الثانيه ديت اللي هي فقره الباي بوند اللي بقى لها شحنه موجبه هتلاقي اللي يدعمها، هتلاقي اللي يدعمها زي ما شرحنا الكلام ده بالتفصيل في الالكين. يبقى السي اتش تحول الى سي اتش 2، الكربون ديت بقى عليها شحنه موجبه اللي عليها السهم ديت كربو كاتايون، تاخد مين؟ السالب هنا النيوكلوفايل اللي هو مين؟ اللي هو السي ال. تديني مين؟ تديني اللي هو الايه؟ اللي هو الدبل بوند، اللي هو ادا اول ايه؟ هالو كومباوند. يبقى انا كده عملت عمليه ايه؟ اديشن لمين؟ للاتش سي ال. طب هعمل كمان لسه عندي كمان باي بوند، يبقى هعمل كمان اديشن للاتش سي ال ثانيه، نفس القصه. يبقى من الكربون اللي بتحتوي عدد اكبر من ذرات الهيدروجين ديت، يبقى الاتش ده هيجي على الكربون دي اللي عليها السهم، يبقى ديت هيجي عليها مين؟ هيجي عليها السي ال، نفس ده. يبقى اداني ايه دلوقتي يا شباب؟ اللي قدامي ده مكتوب كده غلط، ده هل ده فيسينال داي هالايد ولا جيمينال داي هالايد؟ ده اسمه جيمينال ايه؟ جيمينال داي هالايد مش فيسينال، خلوا بالكم. دي جيمينال داي، مش قلت الجيمينال بيكون موجودين على كربون واحده اللي هم الهالوجين، دي موجودين على كربون واحد، يبقى ده مش فيسينال، دي جيمينال داي هالايد، جيمينال ايه؟ داي هالايد. وقلت زي ما كنا احنا كنا بنحضر من الجيمينال داي هالايد كنا بنجيب منه الالكين، اعمل العكس زي ما قلت في الامتحان في الكويز كود. يبقى عمليه الاديشن عكسها عمليه مين؟ الاليمينيشن. يعني لو عايز اعمل ده الجيمينال داي هالايد ده زي ما قلت في البربريشن من شويه عايز احوله للالكين، هعمل ايه؟ يبقى ده احط عليه فيري سترونج بيز، هتاخد السي ال مع الاتش، يبقى ده اول مول من الاتش سي ال، واحط ثاني فيري سترونج بيز زي الالكوليك بوتاسيوم هيدروكسيد او الصودامايد، هيديني يطلع لي اتش سي ال ثانيه واكون التريبل بوند. يبقى عمليه الاديشن الاولانيه ديت عكسها ايه؟ عكسها عمليه الاليمينيشن. الاديشن في وجود الاتش سي ال، الاليمينيشن هيكون في وجود مين؟ هيكون في وجود الفيري سترونج ايه؟ فيري سترونج بيز. طيب ادي عندي ده الايساين او الاسيتيلين، ايساين 2 كربون واين يعني تريبل بوند، كلام بسيط وسهل. طيب الاتش 2 عايز هضيف عليه الميه، يعمل عمليه ما اضافه الماده اسمها عمليه هيدريشن، اديشن اوف ووتر هيدريشن، اضافه ميه. الكلام ده في وجود الاتش 2 اس او 4 والميركيك سلفيت اس كاتاليست، هعمل عمليه اديشن. هعمل على مين؟ على الاديشن. هتتم ازاي؟ مش هتفرق ده بتحتوي على هيدروجين وبتحتوي على هيدروجين، يبقى واحده منهم هتاخد، لو قلت الكربون ديت هتاخد الاو اتش من الووتر، لازم في وجود ده، لان الووتر لوحده من غير الاتش 2 اس او 4 اس كاتاليست عمر ما التفاعل ده ما يتم، يبقى ده هتاخد او اتش والثانيه تاخد الاتش، ماشي؟ اللي هو ده. يبقى وكده كسرت ايه؟ واحده من الباي بوند. اداني ده، هو ده بقى اللي كنت قاعد احكي فيه من شويه، اللي هو الاينول فورم. الاينول فورم، اين سي دبل بوند سي، ادي الكين، وقول سي او اتش، ده الكلام اللي انا كنت قاعد اقوله شفوي من شويه ما انتوش شايفينه، يبقى سي دبل بوند سي اين الكين، وقول الكول سي او اتش، مش الاو اتش ديت الهيدروكسيل جروب دي متصله بكربون ده الفاتك بقول عليها الكهوليك، يبقى ده عباره عن الايه؟ عباره عن الالكول. الراجل اللي طلع عندي ده بقى عملت اديشن للووتر في وجود الاسيديك ميديا على الايساين او الاسيتيلين، اداني مين؟ كسرت واحده من الثلاثه باي بوند، اداني الايه؟ من التريبل بوند اداني اثنين، اداني الدبل بوند ده اللي هو الالكين ده، بيحتوي على او اتش وبيحتوي على ايه؟ بيحتوي على هيدروجين، اللي هم جزئين الووتر اللي انا ضفتهم. الراجل ده اسمه ايه؟ فاينايل الكول. فاينايل ايه؟ الكول. الشكل ده اسمه بيقول عليه اينول فورم. اينول فورم، اينول فورم يعني ايه؟ شكل الاينول اللي هو ايه؟ اللي هو عندي سي دبل بوند سي، انا قلت في عندي كربون اهيت اتشد بدبل بوند سي، دي بقول عليها الكين اين، واتشد من ناحيه ثانيه بأو اتش بقول عليها الكول، يبقى اسمه اينول فورم. عرفنا ايه بقى شكل الاينول فورم؟ قلت كده كربون متصله بأو اتش، وفي نفس الوقت الكربون ديت عامله دبل بوند مع كربون ثانيه اللي هي ديت، يبقى دي بقول عليها اينول فورم. ايه هو الاين؟ السي دبل بوند سي. ايه هو الاين؟ الاول اللي هو سي او اتش، يبقى الكربون ديت اللي عليها سهم مشتركه ان هي ماسكه في او اتش ومتصله بايه؟ بدبل بوند، يبقى ده اسمه اينول فورم. ماشي. الراجل ده بيحصل له عمليه ريارنجمنت، مش عارف خدتوها في الاعدادي ولا لا في الخطوه الثانيه، عمليه ريارنجمنت يعني عمليه ايه؟ ترتيب.
ترتيب، يعني ترتيب يعني واحد ما واحد موجود على المقعد رقم 3 هنخليه في المقعد رقم 2. فانا عندي هنا الهيدروجين موجود على الاو اتش، هخلي الهيدروجين ده موجود على مين؟ على الكربون اللي هي عامله دبل بوند مع الكربون اللي ماسكه في الاو اتش. هيتم ازاي ده؟ انا عندي الاو اتش ديت اللي هي بتاعت الالكول، او اتش الرابطه اللي بين الاو والاتش ديت تحصل لها اوفرلابنج وتيجي هنا، مش انا قلت هتتحول الى كيتون، كيتو فورم ده اللي هو الكيتو فورم، تتحول تبقى سي دبل بوند او، يبقى الرابطه اللي بين الاو وبين الاتش ديت تحصل لها اوفرلابنج وتيجي بين الاكسجين والكربون، بقى عندي سي دبل بوند او. طب الكربون دي في الحاله دي بقى حولها كم كربون؟ حولها كم بوند؟ واحد، والثانيه اللي حصل لها اوفرلابنج ما بين الاكسجين والهيدروجين 3 و2 5، يبقى ده مستحيل. يبقى واحده من الباي بوند ديت هتيجي على مين؟ تيجي على الكربون اللي بره ديت، يبقى الكربون ديت هيبقى عليها شحنه ايه؟ شحنه سالبه. الاتش هنا خرج از ايه؟ الاتش ده مش قلت هنا الاو هتاخد الرابطه اللي بينها موجوده وبين الاتش ويحصل لها اوفرلابنج وتيجي بين الاكسجين والكربون وتيجي هنا كده، يبقى ديت سنجل بوند ودبل بوند. الاتش دي خرجت از بروتون، هتلاقي الكربون ده عليه ايه؟ عليه شحنه سالبه اللي هي ايه؟ اللي هي الباي بوند اللي كانت بينه وبين الكربون اللي ماسكه في الاو اتش اللي بقت عباره عن سي دبل بوند او، اللي يبقى الكربون ده عليها شحنه سالبه هتتحول الى ايه؟ الى سي اتش. يبقى عندك يبقى هيبقى كده الكربون اللي عليها السالبه هيبقى متصله بكام اتش؟ متصله بثلاث سي اتش 3 سي اتش وسي دبل بوند او اللي هي بيقول عليها سي اتش او اللي هي الاسيتالدهايد او الالدهايد او الالدهايد اللي هو ده عباره عن الايه؟ عن الكيتو فورم. الكيتو فورم انو الفورم بقى كربون كانت متصله باو اتش، كيتو فورم السي ديت بقت متصله بايه؟ بسي دبل بوند او اللي هي بيقول عليها كيتونيك جروب سي دبل بوند او، وهي متصله بقى باتش كمان يبقى اسمه الدهايد، اسمه ايه؟ الدهايد. والسي اتش 2 اللي هنا ديت اتحولت الى ايه؟ الى سي اتش 3، الى سي اتش 3. الاتش الثالث اللي جه منها ده هو اللي كان ماسك في مين؟ اللي كان ماسك في الاو وخرج از بروتون وراح على الكربون ديت. ليه؟ لان الكربون ده ديت اللي عليها السهم ديت خدت الباي بوند اللي موجوده هنا عليها، لان الكربون ده لازم الباي بوند دي تتحرك. يبقى الحاله اللي انا بتكلم فيها ديت اللي هي الانول فورم والكيتو فورم، في حاجه في الستيريو كيمستري اسمها التيتوموريزم. التيتوموريزم ده يعني ايه؟ انا هنا ايه اللي حصل؟ مين اللي اتحرك في الهيز في الموضوع ده كله في الانترميديت ده في الفاينيل الكول؟ الهيدروجين اتحرك من مكان كان ماسك في الاو راح مسك في مين؟ راح مسك في السي، بس كده هو ده كل اللي حصل. يبقى التيتوموريزم ده بقول عليه موفمنت اوف ايه؟ اوف هيدروجين از بروتون ان ذا انترميديت، ان ذا انتر ايه؟ ان ذا انترميديت. انا لما كنت بتكلم في الميزوموريك افكت كان في عندي حاجه اسمها الريزونانس، مين اللي كان بيتحرك فيها؟ بيتحرك فيها عباره عن باي بوند او الكترون، هي اللي بيحصل لها دي لوكاليزيشن، هي اللي بيحصل لها عمليه حركه، دي اسمها ريزونانس. يبقى الريزونانس بيكون فيها حركه للالكترونز او الباي بوند، انما هنا ايه اللي حصل؟ حركه لمين؟ حركه للهيدروجين از بروتون، ساب من مكان ساب الاو وراح مسك في مين؟ في السي اللي عليها السهم ديت. عشان كده بقول لك حصل عمليه الايه؟ عمليه ري ارينجمنت. يبقى عمليه التوتوموريزم ديت اسمها عمليه ايه؟ ري ارينجمنت. الشكل اللي موجود فيه الانول فورم ده سي دبل بوند سي او اتش ده اسمه الانولايزيشن، جنرال كده اسمه انولايزيشن. الشكل الاخير ده بعد ما الاتش بتسيب الاو وتروح تمسك في الكربون اللي كانت عامله الدبل بوند ديت اسمه ايه؟ توتومورايزيشن. توتو ايه؟ توتومورايزيشن. يبقى في عندي انول فورم يبقى اسمه انولايزيشن، والكيتو فورم اسمه ايه؟ اسمه توتومورايزيشن. ناخد مثال تاني نفس الكلام، انا عندي هنا اهوت بقى، هنا عندي هنا كده كان عندي الايسايد ده، انا عندي هنا كربون بتحتوي على مثلا الارديميسايل او اي الكايل جروب، وعندي هنا سي اتش. يبقى لما اضيف الميه هتضاف ازاي؟ اول خطوه هتضاف الاتش هيتضاف على الكربون التي تحتوي عدد اكبر من ذرات الهيدروجين اكوردنج تو ماركينكوفز رول، يبقى السي اتش دي تتحول الى ايه؟ الى سي اتش 2، ادي سي بقت سي اتش 2. الكربون دي هتاخد مين؟ هتاخد الاو اتش، ادي الاو اتش مش اكوردنج تو ماركينكوفز، الموجب راح على الكربون اللي بتحتوي عدد اكبر من ذرات الهيدروجين، والنيوكلوفايل السالب الاو اتش راح على الكربون اللي بتحتوي عدد ايه؟ عدد اقل. ماشي، وعرفنا ليه القصه دي كلها. يبقى ده اسمه ايه يا شباب؟ زي ما عرفنا اسمه انول فورم. انول فورم ده فاينايل الكول ديريفاتيف، ما تقولش ليه ده هنا ما كانش هنا ار وقلنا عليه فاينايل وهنا ار وبنقول عليه برضه فاينايل، لا ده جنرال نيم فاينايل ايه؟ فاينايل الكول. نفس الكلام يبقى الاو هتاخد الرابطه اللي بينها وبين الاتش وكون سي دبل بوند او، والاتش ديت هتيجي على مين؟ الباي بوند زي ما احنا عارفين، هتيجي على الكربون دي اللي عليها السهم، يبقى عليها نيجاتيف تشارج، تاخد الاتش البروتون من هنا تتحول الى سي اتش 3، يبقى عندي سي اتش 3 سي دبل بوند او وادي الار. الراجل ده اقول عليه الدهايد ولا كيتون؟ اقول عليه كيتون، لان الكيتون عباره سي دبل بوند او ديت متصله من اليمين والشمال بكربون، ادي ار ديت عباره عن الكايل جروب وادي كربون سي اتش 3. انما هنا الالدهايد عندي كربون ماسكه فيه كربون
بتاعت الكيتون الجروب سي دبل بوند او، وفي نفس الوقت الكربون دول متصله بإتش، عشان كده الفانكشن جروب بتاعت الالدهايد سي اتش او، انما بتاعت الكيتون سي دبل بوند او. سي دبل بوند معناها ايه؟ معناها ان الكربون ديت الاثنين بوند التانيين متصله باثنين كربون، كربون يمين وكربون ايه وكربون شمال. الكلام ده برضو شرحناه في الاوزونوليسز. يبقى هنا حصل عمليه الريرنجمنت للفاينيل الكول ويتحول الى الايه؟ الى الكيتونز. اجل الميكانيزم بتاع الهيدريشن ده تاني، عمليه الايه؟ الايلون فورم والكيتو فورم والكلام ده. يبقى انا عندي هنا زي ما احنا عارفين ادي التريبل بوند. الووتر زي ما قلت، الووتر انا قلت لازم التفاعل ده يتم في وجود الاسيدك ال H2SO4 اس كاتاليت وال HGSO4، لان ده لوحده مش هيحصل له ايونيزيشن، H2O مش هتطلع لي ال H بروتون وال OH ماينس اس بيز، لا اس نيوكلوفايل او اس بيز، لا ده لازم في وجود مين؟ في وجود ال H2SO4. ال H ده بيطلع H2SO4 اسيدك ليه؟ لانه بيطلع ال H اس بروتون عمليه الايونيزيشن، يروح على ال H2O يحولها لمين؟ زي ما خدته في الاناليتيكال يتحولها الى الهيدرونيوم ايوني. يعني ال H البروتون ده ما بيبقاش موجود في الميديا كده ك H بروتون زي ما هو، لا ده زي ما انتم عارفين من الاعداد او من الاناليتيكال بيكون موجود على هيئه هيدرونيوم ايون. يعني ايه؟ يعني H2O وحصل عليها بروتونيشن من الاتش اللي جاي من مين؟ من المينرال اسيد اللي موجود عندي ده، يروح لمين؟ الاو ديت عليها لون بير من الالكترون، يعني تتحول الى H3O، والاو يبقى عليها شحنه موجبه لان هي فقره 2 الكترون. يبقى الاو H2H دي معناها ايه؟ H3O اللي انا كنت بحكي فيه دلوقتي اللي هو الهيدرونيوم ايون. هيدرونيوم ايه؟ هيدرونيوم ايون. الاو عليها شحنه موجبه ليه؟ لان الاتش اللي جاي ده من الاتش 2 اس او 4 عمل بروتونيشن على واحد من اللون بير اللي موجودين عليه، يبقى الاكسجين كانها فقدت، يبقى عليها بقى عليها شحنه ايه؟ شحنه موجبه. طيب يبقى الاتش كده اجي هنا عند الباي تريبل بوند في 2 باي بوند، ده مصدر للالكترونات سورس اوف الكترون، يروح ياخد الراجل الموجب اللي هنا اللي هو مين؟ اللي هو الاتش البروتون، يرجع للميه تاني. يبقى الميه كده كانها ايه؟ خدت اللون بير من الالكترون اللي فقدتهم وعورت الشحنه الموجبه، بقت H2O ميه عاديه. يبقى الاتش ده هياخده مين؟ الباي بوند. هيروح على الكربون مين؟ اللي بتحتوي عدد اكبر من ذرات الهيدروجين، يبقى الاتش سي اتش دي تحول الى سي اتش 2. انا عايزك تفهم، ما تحفظش ليا حاجه، انا ما فيش اورجانيك اسمها حفظ. يبقى سي اتش 2، يبقى كان عندي تريبل بوند بقت ايه؟ عباره عن دبل بوند. بيبقى الكربون ديت اللي فقدت الباي بوند، واشمعنى ديت ليه؟ لان ديت عباره عن ايه؟ سكندري كاربوكاتاين او فورميشن اوف مور سبستيوتد كاربوكاتاين ماركينوفز رول، ماشي؟ يجي بعد كده ده عليه شحنه موجبه، يجي يتفاعل مع مين؟ مع الووتر از نيوكلوفايل، لان ده عليه كومبليت بوست في تشارج. ليه؟ لان الكربون ده حواليها كام بوند؟ واحد اثنين ثلاثه، يبقى حواليها كام الكترون؟ سته، والكربون بيكون حواليها كام؟ ثمانيه، يبقى كده علشان كده عليها كومبليت بوست في تشارج. فالووتر ده اللي بيقول عليه ويك نيوكلوفايل يتفاعل معاها على طول. ليه؟ لان الراجل ده ناقصه اثنين بوند، ناقصه اثنين الكترون او ناقصه بوند كامله، علشان كده اسمها كومبليت بوست في تشارج. ماشي؟ يبقى ده هيجي يعمل بروتونيشن عليها، يبقى هتحول الى ايه؟ باللون بير. يبقى نفس كان نفس طريقه دي بالظبط، هتتحول الى او اتش 2، يبقى الاكسجين ديت عليه شحنه موجبه لان خدت اثنين لون بير هنا وعملت بوند مع الكربون، يبقى بقى كده الاكسجين عليه ايه؟ شحنه موجبه. نفس الكلام هيجي عند الووتر، الاكسجين عايزه تعوض الاتش اللي فقدته ده، اللون بير اللي فقدته، هتخرج اتش من الاثنين دولت از ايه؟ از بروت. لما طلع الاتش ده والوتر خارجته بقى رجع لهيدرونيوم ايون تاني، يبقى عندي هنا ايه؟ او اتش، ادي الاو اتش. يبقى المحصله دي كده بالمركب اللي السهم عليه ده اللي بيدور عليه ده، ان انا عملت ايه؟ ان انا عملت اديشن على واحده من التريبل بوند من الاثنين باي بوند، واحده خارت الهيدروجين اللي بتحتوي عدد اكبر من ذرات الهيدروجين، والكربون الثانيه خارت مين؟ خارت الاو اتش. وعرفنا الميكانيزم ازاي. مفيش اورجانيك كيمستري من غير ميكانيزم، مفيش اورجانيك كيمستري من غير ميكانيزم. الراجل بتاع كوري فاكس ده انا ما قلتوش لان هناخد فيه وقت طويل جدا والى حد ما فيه صعوبه شويه. يبقى كده عرفنا ازاي عملنا عمليه الاضافه. هو نفس الكلام اللي قايلينه في الالكين بالظبط، كنت كاني بعمل هيدريشن لمين؟ في عمليه الايه؟ على الايه؟ على الدبل بوند بتاعت الالكين. طيب الخطوه الاولانيه ديت اللي لما عملت الوقت الوضع ده كده، عندي الوقت كربون اتاتشد باو اتش، والكربون اللي اتاتشد بالاو اتش ادي الكهوليك اول، والكربون ده اتاتشد بدبل بوند مع الكربون اللي عليها السهم ديت، يبقى ده كده اين، يبقى ده اسمه ايه؟ اينول فورم. يبقى ده كده اينول فورم، عشان كده العمليه دي اسمها ايه؟ اينول فورميشن. اينول فورميشن يبقى تكوين الاينول، تكوين الاينول، اين سي دبل بوند سي وول سي او اتش.
يبقى لازم الكربون زي ما قلت في الاول اللي عامله الدبل بوند، لازم الكربون ديت تكون اتاتشد بمين؟ بالاو اتش. يعني ما ينفعش كربون فيه دبل بوند مركب فيه دبل بوند وفي نفس الوقت على مكان تاني فيه او اتش اقول ده انو الفورم، لا. يبقى الكربون اللي عامله للدبل بوند لازم الكربون ده يكون اتاتشد باو اتش، يبقى اسمه كده انو الفورم جنرالي، انو الفورم. الخطوه الثانيه مش كنت بقول الاول انولايزيشن، الثانيه اسمها ايه؟ تيتومورايزيشن، تيتوموريزم. ايه التيتوموريزم ده؟ اللي هو حركه الهيدروجين من مكان الى مكان اخر، هيتنقل من الـ من الاو اتش، من هيسيب الاو الاكسجين ويروح ينتقل على الايه؟ على الكربون الثانيه ديت اللي عامله لي مين؟ اللي عامله لي الدبل ايه؟ الدبل بوند. هتحصل ازاي بقى الميكانيزم؟ مش انا قلت هياخد الرابطه اللي بينه وبين الاكسجين؟ اول حاجه بيحصل ازاي؟ انا عندي الاو اتش ده بقى، انا عندي دبل بوند، الدبل بوند ده ايه اللي هيحصل؟ الدبل بوند ديت في عندي اتش وفي عندي قلت الاو هايلي الكترونيجاتيف عند الاتش، فهيقوم جاي عامل اوفرلابنج، قلت هياخد البوند ديت اللي مش مرسومه اللي بين الاو وبين الاتش، هتنزل بين الاو وبين السي ديت، هيكون لي مين؟ سي دبل بوند او. والاتش اللي عندي ديت الباي بوند ديت هتيجي على الكربون هي ديت اللي في الطرفيه ديت وتاخد من الووتر مين؟ من الهيدرونيوم ايون، هتاخد مين؟ هتاخد الاتش وتحول الى سي اتش 3، والاو اتش ديت بقت سي دبل بوند او، سي دبل بوند او. يبقى ده انو الفورم، ده عباره عن الايه؟ عن الكيتو فورم، عن الكيتو فورم. يبقى انا عندي هنا، مش انا عندي دبل بوند وعندي هنا الهيدرونيوم ايون في الاتش اس بروتون وديت كانها سورس للالكترونات، والراجل ده البروتون عايز الكترونات، هيقوم جاي عامل بروتونيشن عليه، يبقى الدبل بوند هتاخد من الهيدرونيوم ايون الاتش اس بروتون، ماشي؟ يبقى هتتحول لي الايه؟ هتتحول لي الى الايه؟ سي سي اتش 3، ادي الاتش اهيت، ماشي؟ وعندي هنا دبل بوند، مش الرابطه ديت اتحولت ما بين الاو والاتش، او كانت الاول عباره عن ايه؟ كانه بالظبط جاب لهم بير من الالكترون وعمل لهم اوفرلابنج، قاموا نازلين هنا. ده بالاو هتعوض البوست في تشارج اللي جت عليها نتيجه ان الاو عمل الدبل بوند هنا منين؟ ان هي تفقد الهيدروجين ده اسبروتون، مين اللي هياخده؟ هياخده الووتر، هياخده الووتر، ويديني في الاخر مين؟ ويديني في الاخر ده عباره عن حاجه اسمها البروبانون او الاسيتون، اهم حاجه عندي ان هو جنرال اسمه كيتون، مش قلت عندي سي دبل بوند او ومن الشمال كربون ومن اليمين ايه؟ كربون سي اتش ايه؟ سي اتش 3. السي اتش 3 الاول دي كانت عباره عن ايه؟ كانت عباره عن سي اتش 2، وفي الاول خالص كانت عباره عن ايه؟ عباره عن سي اتش، عباره عن سي اتش. يبقى انا الاول خطوه عملت تكوين الانول، والخطوه الثانيه عملت تكوين مين؟ تكوين الكيتو فورم، تكوين الكيتو فورم. تكوين الكيتو فورم هو نفس الكلام اللي قلناه في الالكين، بس الزياده هنا لما وصلت للراجل دهوت ده بيحصل له عمليه الايه؟ التيتومرايزيشن او التيتوموريزم، ان الاتش ديت اللي ماسكه في الاو الرابطه اللي بينهم بتنزل بينها وبين الكربون، والباي بوند دي بتيجي على الكربون اللي هنا ودي الكربون دي بقى عليها نيجاتيف تشارج، تاخد الهيدروجين اللي خرج منها اس بروتون وتحول من هي سي اتش 2 تتحول الى سي اتش ايه؟ الى سي اتش 3، الى سي اتش 3. بعد كده من التفاعل عندنا عمليه الاضافه، عمليه الاضافه. انا التفاعلات اللي فاتت ديت كانت ديت كنت اقول على الهيدريشن ده كله بماركينيوكوفز، هنا بقول انتي ماركينيوكوفز. انتي ماركينيوكوفز ده يعني ايه؟ يعني الكربون اللي بتحتوي عدد اكبر من ذرات الهيدروجين هي اللي هتاخد الجزء اللي هو النيوكلوفايل السالب، واللي بتحتوي عدد اقل من ذرات الهيدروجين هتاخد الجزء الموجب، يعني احنا كده بنشتغل بالعكس، عشان كده بقول انتي ماركينيوكوفز. اللي بيحصل هيدريشن، هيدريشن يعني برضو كان بضيف الووتر، بضيف الووتر. الكلام ده بقول اللي بيحصل عن طريق ايه؟ انا اديت لكم في الاكتيفيتيز المره اللي فاتت حاجه اسمها التفاعل الاخير خالص اللي قلت عند الهيدروبوريشن اوكسيديشن. الهيدروبوريشن اوكسيديشن ده بستخدم حاجه برضه انا هقوله بسرعه، بستخدم حاجه اسمها البوران اللي هو البي اتش 3، يبقى البي اتش 3 ده اسمه البوران، الناس تكتب ورايا بوران. التي اتش اف، تي اتش اف ده سولفنت اسمه تترا هيدرو فيوران، ما علينا. يبقى ده البيوران، البوران اللي هو البي اتش 3 ده اسمه ايه؟ بوران. المحصله في الموضوع ده كله كاني بضيف ميه بالظبط، بعمل عمليه هيدريشن زي ما انا كاتب كده، بس الكلام ده الاضافه هتبقى ازاي؟ انتي ماركينيكوفز. انتي ماركينيكوفز يعني الكربون اللي بتحتوي عدد اكبر من ذرات الهيدروجين ده هتاخد مين؟ هيبقى عليها او اتش، واللي بتحتوي عدد اقل اللي عليها السهم ديت هتاخد مين؟ هتاخد الايه؟ هتاخد الاتش، يعني عكس مين؟ عكس ماركينيكوفز. فالمحصله هيبقى عندي هنا عشان ما نخش في تفاصيل كتيره، الكربون اهيت اللي عليها ما عليهاش عدد ذرات من الهيدروجين خارج مين؟ خارج الاتش. الكربون اللي عليها هيدروجين هتاخد مين؟ هتاخد الاو اتش، هتاخد الاو ايه؟ هتاخد الاو اتش.
الحاله ديت بقول حاجه اسمها هيدروبوريشن اوكسيديشن، يبقى بستخدم البوران والخطوه الثانيه بعمل عمليه اوكسيديشن، وكنت انا اعطي لكم ده في الاكتيفيتيز بحيث ان كنتوا المفروض لو كنتوا عاملين الاكتيفيتي بتكونوا عارفين الموضوع ده دلوقتي. المهم يعني انا الاضافه هنا انتي ماركينيكوفز، انتي ماركينيكوفز يعني ايه؟ يعني الكربون اللي عليه عدد ذرات هيدروجين اكتر تاخد الجزء النيوكلوفايل السالب، يبقى الكربون ديت اللي عليها سالب تاخد الاو اتش، الكربون ديت اللي المفروض في العادي ماركينيكوفز العادي تاخد الجزء السالب، لا هتاخد هي الجزء الموجب اللي هو مين؟ هتاخد الاتش. فانا كده خسرت باي بوند، بقى عندي دبل بوند. لما عملت عمليه الاكسيديشن ديت هيدروجين بروكسيد في وجود البيز، في وجود البيز ماشي، يبقى اول خطوه بقول هيدروبوريشن، تاني خطوه اوكسيديشن. اوكسيديشن الانترميديت ده هوت بيحصل له عمليه اوكسيديشن والسي اتش ديت تتحول الى سي اتش او اتش، سي اتش او اتش، مش انا عملت اضافه للاكسجين، عمليه اضافه الاكسجين ديت بقول عليها اوكسيديشن، يبقى الخطوه ديت عباره عن اوكسيديشن، بستخدم فيها الهيدروجين بروكسيد في وجود مين؟ الاو اتش ماينس ذات يعني بيز زي الصوديوم هيدروكسيد او البوتاسيوم هيدروكسيد. يبقى اول خطوه اللي بيقول عليها الهيدروبوريشن، والتاني خطوه اسمها الاكسيديشن. محصله الاثنين ايه المحصله؟ ان انا بضيف ميه، بعمل عمليه هيدريشن، بعمل عمليه هيدريشن. بس الهيدريشن ده الوتر ده بيتضاف ازاي؟ هل زي الطريقه اللي احنا لسه مخلصينها؟ لا، دي انتي ماركينيكوفز. يبقى الهيدروبوريشن بيتم ايه؟ انتي ماركينيكوفز. يعني ايه؟ يعني زي ما قلت الهيدروجين اللي عليها عدد كربون اللي عليها عدد اكبر من ذرات الهيدروجين هتاخد الاو اتش السالب، والكربون اللي عليها ما عليهاش او عليها عدد اقل بتاخد الجزء الموجب اللي هو مين؟ اللي هو الهيدروجين، بحيث ديت اتحولت الى سي اتش، والسي اتش ديت اللي هي في الاصل تحتوي عدد اكبر من ذرات الهيدروجين خارج السالب اللي هو مين؟ الاو اتش. يبقى انا كل اللي ضفته ضفت اتش واو اتش، يبقى كده كاني ضفت ميه، كل الهيصه دي كلها علشان اضيف مين؟ اضيف ووتر. بس انت ايه؟ انت ماركينيكوفز اديشن، انت ماركينيكوفز اديشن. والميكانيزم بتاع الناس لو قريته كويس لما كنا عاطينه في الواجب ده، لا فيها فري راديكال ولا كلام من ده، لا ده بالايه؟ بيحصل الهيدروبوريشن اوكسيديشن از انتي ماركينيكوفز. معلش يبقى احنا قلنا الكلام ده بالتفصيل. الراجل ده نفس الكلام، يبقى ده الاينول فورم، ادي كربون متصله باو اتش والكربون ديت متصله بكربون ثاني عن طريق ايه؟ دبل بوند. نفس الكلام، يبقى البوند اللي بين الاو والاتش هتيجي بين الاو والسي، تعمل لي سي دبل بوند او، والباي بوند ديت هتطلع على مين؟ هتطلع على الكربون ديت، هيبقى عليها نيجاتيف تشارج، تاخد مين؟ تاخد الاتش اللي طلع من هنا از بروتون زي ما احنا شارحين في الميكانيزم اللي فات بالظبط. يبقى هيبقى عندي سي اتش او، والسي اتش ديت تتحول الى سي اتش 2، ادي الكلام سي اتش 2 سي اتش او، ده اسمه ايه؟ سي اتش او ده يبقى اسمه ايه؟ الدهايد، الدهايد. يبقى خلاصه الموضوع، يبقى انا لو عندي دلوقتي اداه ترم انترنال تيرمينال تيرمينال الكاين، هفعله هعمل له عمليه هيدريشن بطريقه الاتش 2 اس او 4 اسيديك ميديا في وجود الاتش جي اس او 4، يبقى ده كان اكوردنج تو ماركينيكوفز، اكوردنج تو ماركينيكوفز. يبقى هنا عندي الهيدروجين هتروح على الكربون اللي بيحتوي عدد اكبر من ذرات الهيدروجين، والاو اتش هتروح على الكربون اللي بيحتوي عدد اقل من ذرات الهيدروجين، اكوردنج تو ماركينيكوفز. يبقى النتيجه النهائيه اللي هيطلع عندي ده عباره عن ايه؟ طلع عندي ده عباره عن كيتون. يبقى اكوردنج تو ماركينيكوفز بيديني مين؟ الانول فورم بيتحول الى ايه؟ الى كيتو فورم، الى كيتون، ده كيتون سي دبل بوند او كربون كربون. طب هنا بقى في عمليه اللي احنا قايلينها دلوقتي ديت هيدروبوريشن اوكسيديشن، بوران بي اتش 3، وتاني خطوه الاوكسيديشن هيدروجين بروكسيد في وجود البيز. كان بيتم ايه؟ اهو لسه قايلين اهو انتي ماركينيكوفز على نفس ده بالظبط، ده هيديني كيتون، ده هيديني مين؟ الدهايد. مش لسه قايلين هنا ده بيطلع لي ايه؟ بيطلع لي الدهايد. انا عايزك اهم حاجه تعرف ان اللي هنا ده بيطلع كيتون وده بيطلع الدهايد، ده بيتم ب ده بيتم بماركينيكوفز، ده بيتم بالانتي ماركينيكوفز. لا اطالبك باسماء ولا بكلام من ده خالص، انا عايزك تعرف لي الحاجات دي بس. يبقى انا عندي لما احطه في اسيديك ميديا عمليه الهيدريشن في اسيديك ميديا وهيدروجين وميركريك سلفيت بيديني الكيتون، يبقى ده اكوردنج تو ماركينيكوفز وشرحناه في الميكانيزم ده بالظبط. مش طالع هنا ده عباره عن كيتون؟ ماشي اخونا، ده لما قلنا هنا برضو وشرحنا هنا بالتفصيل ده طلع عباره عن ايه؟ عباره عن الدهايد. يبقى ده كان نتيجه لايه؟ الاضافه كان نوعها ايه؟ انتي ماركينيكوفز هيدريشن او انتي ماركينيكوفز اديشن على التريبل بوند. نتيجة ان هنا التريبل بوند في عملية الايه؟ التوتوميريزم او عملية الانولايزيشن ده هوت بيحصل له ري ارينجمنت ويديني الفورم ايه؟ يديني الفورم ده. يبقى ده كنت بقول على ده اسمه اينول فورم، وده بقول عليه كيتو فورم. اينول فورم كيتو فورم. يبقى في حالة الاديشن للووتر في وجود الاسيديك ميديا يبقى ده بيديني الكيتون. الهيدروبوريشن اوكسيديشن يبقى ده انتي ماركينيكوفز هيديني مين؟ يديني الالدهايد.
نيجي بعد كده عندي لما اعمل اديشن على التريبل بوند، التفاعل اللي احنا واخدينه في الالكين بعمليه الريدكشن وجبناه في الامتحان، لو عملت عمليه الرضا بقول عليه تو بيوتاين، وعرفنا ليه تو بيوتاين، 1 2 3 4 يبقى بيوتا، والتريبل بوند على الكربون رقم 2 سواء من اليمين او الشمال زي بعض، يبقى تو بيوتاين، يبقى اين يعني عندي تريبل بوند، وتو يعني التريبل بوند موجود على الكربون رقم 2. ما علينا، يبقى ده لو عملت هيدروجينيشن بالهيدروجين جاز والبلاديوم هيعمل لي التريبل بوند، اعمل لي عمليه ريدكشن للاثنين باي بوند، يبقى هضيف هنا هيدروجين مره وهنا هيدروجين مره، وارجع ادفع على الباي بوند الثانيه هيدروجين مره وهيدروجين مره، يبقى في الاخر اتحول الى ايه؟ الى سنجل بوند، يبقى اسمه بيوتان. بيوتان ده بقى انا ارجع بعد كده كنت نفس الكلام ده قلت للفي عشان احضر الالكين من الالكاين، كنت بعمل ايه؟ بعمل عمليه ريدكشن بس نوعه ايه؟ كنت بقول حاجه اسمها ليندلر ريجنت او ليندلر ريدكشن او الليثيوم او الصوديوم في وجود الليكويد امونيا. ليكويد ايه؟ ليكويد امونيا. ليندلر ريدكشن ده كنت بقول عنده وجبناه في الامتحان، بيكون عمليه الريدكشن بقول عليها ايه؟ سيس او سن اديشن. سيس ده بيديني سيس برودكت اللي هو سيس مشان بارق بتو بيوتين، يبقى اللي طالع عندي ده تو بيوتين، هضيف الاثنين هيدروجين من اتجاه واحد، يبقى هنا هيدروجين على الباي بوند ديت، مش واحد من الاتجاه ده واحد من الاتجاه العكسي، عشان كده بقول عليها اسمها سن اديشن. ماشي، يبقى ده ليندلر بيديني سيس برودكت او سيس ايزومر. مش خدنا جيومتريكال ايزومرزم في بدايه الالكين، قلت اللي هي عباره عن السيس والترانس، الاثنين ايزومر بالظبط على نفس عدد ذرات الكربون نفس عدد ذرات الهيدروجين، بس الارنجمنت بتاع الجروبس او الاتوم في السبيس هو اللي مختلف في الفراغ. ممكن الاثنين في اتجاه واحد زي ده، الميثيل مع الميثيل والهيدروجين مع الهيدروجين، يبقى ده اسمه سيس. لو الاثنين عكس بعض زي ده، ميثيل هنا والناحيه الثانيه المقابل لها ميثيل، يبقى الاديشن هنا قلت عباره عن عمليه ايه؟ انتي اديشن. انتي يعني ايه؟ اللي الاثنين عكس بعض، عشان كده اللي بيخرج عندي اسمه ايه؟ ترانس. ترانس يعني ايه؟ الميثيل جروب الكبيره هنا موجوده فوق، والميثيل جروب هنا على الكربونه الثانيه موجوده تحت، يبقى الاثنين عكس بعض، الاثنين عكس بعض، عشان كده اسمه ايه؟ ترانس تو بيوتين. ايه الفرق بين الترانس والسيس تو بيوتين؟ هما الاثنين واحد على نفس عدد ذرات الكربون ونفس عدد ذرات الهيدروجين، بس الارنجمنت او تواجدهم في الفراغ في السبيس هو اللي ايه؟ هو اللي مختلف. فده مركب وده مركب اخر خالص، ده له خواص كيميائيه وخواص فيزيائيه مختلفه عن هذا الايه؟ الايزومر ايه خالص، ولكن الاثنين عباره عن ايه؟ بيقول عليهم جيومتريكال ايزو ايه؟ ايزومرزم. يبقى هنا في وجود الليثيوم او الصوديوم والليكويد امونيا بتحصل لي انتي اديشن، او بقول عليه بيديني ترانس تو بيوتين. ترانس تو بيوتين، ماشي، وكلامنا وشرحين ده بالتفصيل في الالكين. انما لما استخدم الهيدروجين والبلاديوم بيعمل لي ريدكشن للاثنين باي بوند، انما ليندلر او الليثيوم وليكويد امونيا بيعمل لي عمليه ريدكشن لباي بوند دبل، لباي بوند واحده فقط، بحيث ان اللي خرج عندي ده عباره عن ايه؟ عباره عن الكين، وده عباره عن الكين سي دبل بوند سي، سي دبل بوند سي. انما هنا في الحاله الاولانيه ما فيش، انا عندي كله عباره عن سنجل بوند، اتحول الى ايه؟ اتحول الى الكان. يعني لو عندي الكاين وعايز احوله لالكان يبقى اعمل عمليه ريدكشن بالهيدروجين في وجود مين؟ في وجود البلاديوم. هنيجي نتكلم بعد كده عن الاسيديتي بتاعتي عندي اللي هو التيرمينال الكان اللي هو السي اتش. السي اتش الاسيديتي بتاعت الالكاين، الالكاين زي ما قلت قبل كده الهايبرديزيشن بتاعه ايه؟ قلت الالكان اس بي 3، الالكين اس بي 2، الالكاين اس بي. خدها قاعده كده، كل ما الاس كاركتر زادت كل ما الاسيديتي بتاعت المركب تزيد. يعني انا لو قلت لك عندي الكان والكين والكاين، مين اللي مور اسيديك؟ كلمه مور اسيديك يعني ايه؟ يعني يطلع لي الهيدروجين اكتر از بروتون، او الهيدروجين اللي عنده يكون له قابليه ان هو يخرج از بروتون في وجود مين؟ في وجود الفيري سترونج بيز، في وجود الفيري سترونج ايه؟ في وجود الفيري سترونج بيز. فالهيدروكربون اولهم الالكاين، يليه الالكين، يليه مين؟ الالكان. في مين؟ في ترتيب الايه؟ الحامضيه الاسيديتي، ماجي اوف هيدروكربون. فانا لو عندي الووتر مثلا، لو الووتر عندي له حامضيه اكتر من الكحول، الالكول ار او اتش، بعد كده الالكين، ولو في عندي الكين يجي بعده، وفي عندي الكان يجي فين؟ يجي بعده خالص في المرتبه الايه؟ الاخيره. ماشي؟ ده بقى زي ما اقول اهو الكين الكين الكان، يبقى تريبل بوند دبل بوند سنجل ايه؟ سنجل بوند، نتيجه لوجود الاس ايه؟ كل ما الاس كاركتر، انا قلت عندي اس بي واس بي 2 واس بي 3، الاس بي دي معناه ان انا عندي نسبه الاس لي بي كام؟ 50 ل 50، انما الاس بي 2 بتاعت الالكين يبقى لو انا لو جيت احسبها بنسبه مئويه هيبقى عندي مثلا 33 ل 66، الاس بي 3 نسبه الاس كام؟ 25 ل 75، الشغل البسيط بتاع الاعدادي ده. يبقى اعلى اس كاركتر موجوده عندي في مين؟ موجوده في الالكاين اللي هو الاس ايه؟ الاس بي. ماشي؟
يبقى وده بالاس ده لما الاس كاركتر ايه ليه هي بتزود الحامضيه ده بشمعنى؟ طيب يا دكتور ايه السبب؟ السبب ان انا لما اكون عندي الاس اوربيتال ده موجود بيكون اقرب لمين؟ مين اللي اقرب للنواه؟ للنيوكلاس، الاس ولا البي؟ لا الاس كاركتر. طب الاس كاركتر لما كنت قريبه للنواه، النواه شحنتها ايه؟ شحنتها موجبه. اللي شحنته موجبه ده عاوز ايه؟ عايز الكترون. يبقى لما يبقى عندي الاثنين باي بوند بتوع الالكاين والهايبرادايزيشن اس بي ونسبه الاس كاركتر عاليه اللي هي قريبه للنواه، يبقى النواه هتعمل ايه؟ شحنتها موجبه، هتعمل ايه اللي شحنته سالبه اللي هم الاثنين باي بوند؟ هتسحب منهم الالكترون. يبقى كده النواه في الحاله دي تعتبر كانها بتشتغل ايه؟ الكترون وذروينج جروب، كانها ساحبه للالكترونات. الحاجه الساحبه للالكترونات قلنا بتعمل ايه في الاسيليتي؟ بتزود الحامضيه. بتزود الحامضيه يعني ايه؟ يعني تسهل خروج الهيدروجين از ايه؟ از بروتون. يبقى هنا النواه في الحاله دي بالظبط لما اقول الاس كاركتر بتزيد، كان النواه للاس اوربيتال قريب لها. مش احنا اول ما نيجي نقول في الاوربيتال كونفيجوريشن او التوزيع الالكتروني عندي اس وبعدين البي وبعدين الدي والحاجات دي كلها، فالاس اقرب للنواه، فكل ما الاس كانت قريبه للنواه كل ما النواه هتسحب منها الايه؟ الالكترون. لما تسحب منها الالكترون من التريبل بوند اللي موجوده عندي ديت، يبقى الهيدروجين اللي ماسك في الكربون ده هيتسحب كده، يبقى الهيدروجين يبقى عنده خاصيه ان هو يخرج از بروتون بس، ولكن في وجود مين؟ في وجود الفيري سترونج بيز. في وجود الفيري سترونج ايه؟ في وجود الفيري سترونج بيز. ماشي يا شباب. يبقى لما قلت الالكاين ده له خاصيه حموضيه، يبقى الالكاين ده لازم يكون نوعه ايه؟ الناس اللي صاحيه، لازم يكون تيرمينال الكاين، لان لو هو انترنال الكاين، انترنال الكاين يعني ايه؟ يعني الكربون دي متصله هنا بكربون والكربون دي متصله هنا بكربون ثاني، يبقى اصلا ما عنديش هيدروجين من اصله. يبقى لما بتكلم على الاسيليتي بتاعه الالكاين يبقى بتكلم على الايه؟ التيرمينال الكاين، التيرمينال الكاين اللي هو اصلا بيملك هيدروجين او ممكن يملك اثنين في حاله مين؟ في حاله الايساين او الاسيتيلين اللي السهم عليه ده. انما الانترنال الكاين هو اصلا ما لهوش الاثنين كربون اللي عاملين الباي بوند ما لهمش هيدروجين من اصله، فازاي هيبقى له اسيد الكاركتر؟ هو اصلا ما فيش هيدروجين علشان نقول ان هو سهل ان هو يخرج از ايه؟ از بروتون. فلما اتكلم على الاسيليت بتاعه الالكاين يبقى انا بقصد الالكاين اللي هو مين؟ اللي هو التيرمينال ايه؟ التيرمينال الكاين الذي يحتوي على ايه؟ ذره هيدروجين واحده على الاقل. ممكن يحتوي على اثنين اللي هو المثال الوحيد اللي هو في حاله مين؟ الايساين او الاسيتيلين. يبقى نتيجه الخاصيه ده هي لو جت انا قلت في الاول خالص لما كنت بقول السودامايد الصوديوم وان اتش 2 اسمها سودامايد، السودامايد ده بيشتغل از ايه؟ فيري سترونج بيز وفيري سترونج نيوكلوفايل، هنا بيشتغل از فيري سترونج بيز. البيز القويه ديت بتعمل ايه؟ بتاخد الهيدروجين از بروتون، يبقى قلت ده له اسيد الكاركتر يبقى هتاخد الهيدروجين ده از بروتون، يعني عليه شحنه موجبه، يبقى الرابطه اللي بين الهيدروجين والكربون هتتساب على مين؟ هتتساب على الكربون، يبقى الكربون بقى عليه ايه؟ شحنه سالبه. مين اللي هروح يمسك فيه من السودامايد؟ الصوديوم اللي هو مين؟ القطيون الموجب. والان اتش 2 هتاخد منها الاتش تحول الى ان اتش 3. ماشي نفس الكلام هنا، ده اسمه ايه يا شباب اللي واخدينه في الانترودكشن؟ ميثايل ماجنيزيوم ايودايد جرينارد ريجنت اورجانو ميتاليك ريجنت. الاورجانو ميتاليك ريجنت كربون متصله بميتال، يبقى مين اللي عليه شحنه موجبه ومين اللي عليه شحنه سالبه؟ الكربون هايلي الكترون نيجاتيف عن الميتال، يبقى عليه شحنه سالبه والميتال هو الشحنه الموجبه. يبقى الكربون اللي هنا في الحاله دي هيشتغل از ايه؟ هنا كنت مش كنت بقول از سترونج نيوكلوفايل، برضه بيشتغل از سترونج بيز. يبقى جرينارد ريجنت او الاورجانو ميتاليك كومباوند اللي هنا ده هياخد الهيدروجين از بروتون. يبقى سي اتش 3 اللي عليها شحنه سالبه لما تاخد الاتش منها تتحول الى ايه؟ الى سي اتش 4. عرفنا جت منين؟ وبعد كده السي اي ديت بقى عليها شحنه سالبه ليه؟ اللي هي البوند اللي كانت بينها وبين الاتش، هتاخد من هنا مين الموجب؟ الام جي اي. الام جي اي نفسها نفس دي بالظبط. اجي هنا تاني ممكن السلفر نيتريت اي جي ان او 3 في وجود الامونيا، والتست ده مهم جدا، نفس الكلام هتاخد الاتش هيطلع از بروتون. هنا من هنا الموجب السلفر هيحل محل مين؟ هيحل محل الاتش. يبقى عندي سي عليها شحنه سالبه متصله بمين؟ بالاي جي. الراجل ده يبقى لما بفاعل التيرمينال الكاين مع السلفر نيتريت في وجود الامونيا سوليوشن ال ان اتش 4 او اتش يبقى اديني وايت بي بي تي راسب ابيض، راسب ابيض. يبقى ده قول سيلفر مثلا اسيتيلين او سيلفر الاسيتيلايد، ده بقول عليه صوديوم اسيتيلايد، صوديوم اسيتيلايد مش هو جاي من الاسيتيلين؟ بقول اسيتيلايد ليه؟ لان الكربون ده عليه شحنه سالبه كانها از نيوكلوفايل اسيتيلايد، زيها زي اقول مثلا كلورو تبقى كلورايد، تبقى كلورايد لان الكلورايد عليه شحنه سالبه، يبقى ده اللي خرج ده اسمه صوديوم اسيتيلايد. هنا سيلفر اسيتيلايد،
يبقى اهم حاجه التفاعلات دي تتم على مين فقط؟ كل التفاعلات ده زي ما قلت تتم على مين؟ لازم يكون عندي الكاين تيرمينال، يعني اتليست عنده هيدروجينه متصله على الكربون اللي عامله لي الايه التريبل بوند من الطرف. انما لو ديت عباره عن كربون ودي عباره عن كربون، التفاعلات دي كلها ما تتمش، يعني التفاعلات دي كلها لا تتم على الانترنال ايه انترنال الكاين. اظن يعني الكلام ده ايه واحد عاد وزاد فيه كتير قوي. يبقى هنا لما احط سلفر نيتريت في وجود الامونيا سوليوشن يديني راسب ابيض من السلفر ايه اسيتيلايد او سلفر اسيتيلين. نفس الكلام احط كوبرس كلورايد في وجود الامونيا سوليوشن، الاتش تخرج از بروتون ويحل محلها مين؟ الكبر، يديني ريد بي بي تي راسب احمر. التفاعلات دي كلها للتاني وايت بي بي تي مع السلفر نيتريت والامونيا ومع الكوبرس كلورايد والامونيا ممكن استخدمها كتست بحيث افرق بين مين بقى؟ بين الانترنال الكاين والترمينال الكاين زي اللي موجود عندي ده. يبقى الترمينال الكاين يديني وايت بي بي تي في حاله مين؟ السلفر نيتريت والامونيا او الكوبرس كلورايد والامونيا سوليوشن. انما لو عندي انترنال الكاين ما يتفاعلوش مع دول اصلا، ما ينفعلوش لان ما فيش هيدروجين من الايه؟ لان ما فيش هيدروجين من الاصل. نفس الكلام يبقى انا دلوقتي لو عندي مش ده الالكين وحطيت عليه فيري سترونج بيز اللي هي الصودا مايت في وجود الامونيا، ايه اللي هيحصل؟ هياخد الاتش من هنا از بروتون يديني مين؟ زي التفاعل اللي لسه قايلينه من دلوقتي اللي هو ده التفاعل ده. ها يبقى الان ايه هتحل محل مين؟ محل الاتش ده. بس هنا دلوقتي عليها نيجاتيف تشارج، عليها نيجاتيف تشارج، يبقى تشتغل از ايه از نيوكلوفايل. مش انا قلت ان نيوكلوفايل حاجه عليها نيجاتيف تشارج او لون بير من الالكترون والمركب ده ايونيك نيجاتيف وبوزيتيف. طيب لو عندي بقى تفاعلته مع الكايل هالايد ار اكس زي ما احنا عارفين الاسطوانه اللي احنا بنغنيها، الاكس هايلي الكترو نيجاتيف عن الكربون يبقى هيسحب الالكترونات السيجما بوند اللي بينه وبين بعض، يبقى الاكس هيبقى عليه شحنه سالبه جزئيه والكربون اللي هو الار ديت هيبقى عليه شحنه موجبه جزئيه. السالب من هنا اللي هو مين؟ الكربون اللي كانت ماسكه في مين؟ في الاتش اللي هي متصله دلوقتي بالصوديوم، تعمل نيكلوفيليك اتاك على مين؟ على الار ديت اللي عليها بارشال بوست في تشارج والزق الاثنين في بعض والان ايه مع الاكس يخرجوا، يبقى اللي هيطلع عندي ار سي تريبل بوند سي ار. يبقى انا كده عملت حاجه اسمها عمليه الايه؟ عمليه كابلنج او عمليه اديشن، عمليه اديشن للالكايل هالايد. يبقى انا علشان اضيف الكايل هالايد على التيرمينال الكاين اضيفه ازاي؟ مره واحده كده اجيب الالكايل هالايد واضيفه على التيرمينال الكاين؟ لا، لازم احط الاول فيري سترونج بيز علشان تاخد الهيدروجين من هنا از بروتون والكربون دي تكون هايلي نيوكلوفيليك. هايلي نيوكلوفيليك يعني ايه؟ يعني عليها كومبليت نيجاتيف تشارج. انما بالمنظر ده الكاين تيرمينال الكاين واحط عليه الالكايل هالايد لا ما يتفعلوش، لازم احوله الاول ايه؟ في وجود الفيري سترونج بيز الى جود نيوكلوفايل بحيث يعمل نيوكلوفيليك اتاك على الالكتروفيليك كربون اللي موجوده عندي ديت اللي متصله بمين؟ اللي متصله بالاكس ويديني الراجل ده. اخد مثال له، لو انا عندي ده قلت ده اسمه الصوديوم، مش انا قلت بعد الاسيتيلين ما يتفاعل مثلا مع الصودامايد بتحول الى صوديوم اسيتيلايد اللي هو ده صوديوم اسيتيلايد، صوديوم اسيتيلايد فين الصوديوم اسيتيلايد اللي هو ده، فعلت الصودامايد مع الاسيد اداني صوديوم اسيتيلايد اللي هو ده اللي سام عليه ده، هو ده اللي عندي ده صوديوم. يبقى انا جبت الاسيتيلين وفعلته مع الصودامايد اداني صوديوم اسيتيلايد، اسيتيلايد يبقى كلمه اسيتيلايد اعرف ان الايه الكربون اللي ماسكه في الصوديوم بتاعه الالكين عليها نيجاتيف تشارج، هفعله مع مين؟ مع الكايل هالايد 1 برومو 1 2 3 4 يبقى بيوتين، 1 برومو بيوتين اقول عليه بيوتايل بروميد بالكومون نيم. نفس الكلام من هنا الموجب الكربون ديت اللي ماسكه في البي ار نتيجه ان البي ار هايلي الكترونيجاتيف يبقى ده عليها شحنه سالبه والكربون اللي ماسكه فيها في الاول ديت عليها شحنه موجبه جزئيه نتيجه للماينر للاندكتيف افكت ان البي ار هايلي الكترونيجاتيف يبقى الكربون اللي عليها سهل عليها شحنه موجبه نفس اللي قلناه هنا بالظبط. يبقى يجي الكربون اللي عليها نيجاتيف تشارج تعمل نيكلوفيليك اتاك على الكربون ديت اللي ماسكه في البي ار والبي ار هتخرج مع الصوديوم يديني ان اي بي ار ويديني هنا اجي اكلم الراجل ده اجي اسميه بقى كام كربون؟ 1 2 3 4 5 6 يبقى هيكسا يبقى اسمه هيكساين لان انا عندي تريبل بوند ده بالتريبل بوند موجود على انهي كربون؟ على الكربون رقم 1 بقول عليه 1 هيكساين او ممكن اقول عليه كومون نيم اسمي البيوتايل جروب ديت اقول عليها بيوتايل اسيتيلين بيوتايل ايه؟ اسيتيلين بس طبعا ال1 هيكساين هي طبعا الايه الافضل بكتير يعني الافضل بكتير. ودي الامثله اللي احنا قلناها فين في السلايد اللي فاتت ديت نفس الكلام اللي احنا قلناه هنا ايه اللي احنا قلناه هنا بالظبط هي هياها بالظبط. اخر حاجه عندي فيه وعند الراجل الظريف اللي انتم شايفينه ده اللي بيضحك ومبتسم ده راجل اسمه سونو جاشيرا. سونو جاشيرا ده
العالم ده عمل عمليه قبلنج، عمليه تزاوج. تزاوج لايه؟ تزاوج للالكين، الالكين بس الالكين ادي ار، دي ممكن تكون دي الار، احنا تاخد سي دبل بوند سي الكين، ودي ار واحد، وانت هقول دي ار اثنين، دي مثلا ميثايل، ديت ايثايل، دي مثلا ميثايل او بيوتايل او اي الكايل جروب، واحده من الرابعه بقى ديت الكربون دي متصله بيها، متصله بهالوجين، متصله بهالوجين، ماشي. الراجل ده الالكين ده عملت له عمليه قبلنج مع الكاين، يبقى كلورو او هالو الكين، هالو الكين، اكتب ورايا هالو، مش هالو يعني هالوجين اللي هي الاكس، والكين سي دبل بوند سي، يبقى هالو الكين. الهالو الكين افعله مع الكاين، او مش الكاين ايه، وتيرمينال، ده تيرمينال ولا انترنال؟ تيرمينال، دي هيدروجين طرفيه، وانا قلت دي ار 1 ار 2 ار 3 دي الار 4، وادي كربون اللي عليها السهم، وادي كربون، وده مين؟ وده هيدروجين. يبقى التفاعل ده بتاع السينو قشيره قبلنج لا يتم الا على التيرمينال الكاين، انترنال لا ينفع، انترنال ما فيش فيها هيدروجين طرفيه، لازم يكون في عندها هيدروجين طرفيه. الراجل ده بيعمل عمليه قبلنج في وجود الميتال اللي هو البلاديوم والكوبرس ايودايد والبيز، يبقى ده بلاديوم في وجود كوبرس ايودايد وبيز. الهالوجين ده الاكس ده ممكن يكون سي ال، ممكن يكون بي ار، وممكن يكون ايودو، سيبك من التاني ده عشان ما نضيعش وقت، يبقى بسي ال او بي ار او ايودو. يعني لو ديت سي ال ماشي، بي ار ماشي، ايودو ماشي، ماشي، يبقى دول الريجنت اللي موجود عندي. يبقى احنا النهارده خدنا تفاعلين جداد اللي هو السينو قاشره ده، وخدنا قبل كده اللي هو الكوري فاكس رياكشن لما كنا بنفعل، بنحضر مين؟ بنحضر الالكين. سينو قاشره ده انا عايز منك ترى بس انني بفاعل هالو الكين، هالو الكين، يبقى في عندي هالوجين وعندي سي دبل بوند سي اللي موجوده قدامك ده، يبقى ده الهالو وادي سي دبل بوند سي، يبقى ده اسمه هالو الكين. بفعله مع مين؟ بفعله مع تيرمينال الكاين، تيرمينال الكاين، تيرمينال الكاين، في وجود مين؟ بلاديوم، كوبرس ايودايد، وبيز. بيعمل عمليه ايه؟ كابلنج. كابلنج يعني تزاوج، يعني بلزق المركبين في بعض، بس بخرج منهم من الاتش اكس، مش انا قلت هنا في وجود بيز بطلع من هنا الاتش مع الاكس، يبقى ناقص اتش اكس، والزق الكربون دي اللي عليها السهم في في هنا مكان مين؟ مكان الهالوجين، بس كده، ادي اهو ار 1 ار 2 ار 3، ومكان الهالوجين حطيت مين؟ سي تريبل بوند سي ار ايه؟ ار 4. يبقى انا كده عملت عمليه اسمها ايه؟ اسمها كابلنج، تزاوج. الجزء ده حل محل الاكس ولزقت المركبين في بعض، يبقى كده المركب اللي عندي ده احتوى على دبل بوند وتريبل بوند. يبقى لو قلت لك عايز مركب عايز احضر فيه دبل بوند وتريبل بوند، يبقى انهي تفاعل؟ بسونو جاشيره كابلنج، سونو جاشيره كابلنج. انا بدي لك تفاعلات يعني برضو اجزم ان محدش يسمع عنها حاجه، ديت عباره سونو جاشيره كابلنج، يبقى فيه مركب اللي خرج عندي فيه دبل بوند مع مين؟ مع تريبل ايه؟ مع تريبل بوند. يبقى لو قلت لك لو عايز احضر مركب يحتوي على دبل بوند وتريبل بوند في نفس المركب، يبقى عن طريق مين؟ سونو جاشيره كابلنج. بيتم ازاي يا دكتور؟ عن طريق ان انا اجيب تيرمينال الكاين وافعله مع هالو اكس، هالو الكين سي دبل بوند سي. البيز بتاخد من عند هنا الاتش اكس والزق المركبين في بعض، يبقى الاكس ده هيحل محلها مين؟ سي تريبل بوند سي ار، الاثنين دول دي هنا ايه؟ بس مش مرسومه بالبوند لاين، ديت كربون ودي ايه؟ ودي كربون، والاتش ديت يبقى ده راجل ده ايه؟ الراجل ده تيرمينال الكاين، والزق الاثنين في بعض. البرودكت اللي طلع عندي عباره يحتوي على دبل بوند ويحتوي على تريبل ايه؟ على تريبل بوند. اللي انا عايزه منك بس في الميكانيزم ده، مش عايز منك منه اي حاجه، الا انك تعرف ان الخطوه الاولانيه حاجه اسمها اوكسيداتيف اديشن، حاجه اسمها ترانس ميتيليشن، ثالث خطوه اسمها ريدكتيف اليمينيشن، بس ده اللي انا عايزك تعرف بس الاسامي دي فقط. انت لو سيادتك كلمت اي حد في اي جامعه تانية وقلت له الكلام ده، اجزم لك ان ما حد عمره ما يسمع عن الحاجات دي كلها. يبقى ده اوكسيداتيف اديشن، ترانس ميتيليشن، وثالث خطوه ريدكتيف اليمينيشن. يبقى التفاعلات المهمه اللي جدا اللي عندك ديت مهمه جدا، اللي هو قلناها كوري فاكس رياكشن، والكابلنج اللي هو بتاع سونو كاشيره كابلنج، سونو كاشيره كابلنج، بجيب الهالو الكين افعله مع التيرمينال، مع التيرمينال الكاين، يدينا مركب بيحتوي على دبل بوند الكين وتريبل ايه؟ وتريبل بوند، عن طريق السينو جاشيره ايه؟ السينو جاشيره كابلنج. التفاعل ده بيتم على ثلاث خطوات، حاجه اسمها اوكسيداتيف اليمينيشن اديشن، اوكسيداتيف اديشن، ترانس ميتيليشن، ترانس ميتيليشن، ثالث خطوه ريدكتيف اليمينيشن، ريدكتيف اليمينيشن، ريدكتيف اليمينيشن. يعني اهم حاجه عندي تعرف بس الثلاث خطوات دولت، انما التفاصيل، التفاصيل لانها تبقى صعبه شويه، لان ديت حاجه ادفانسد قوي يعني.
بس اما لما تعرف له دولت يبقى ده كده ساتسفايد قوي، يعني انك انت بس تعرف لي الثلاث خطوات دولت. واهم حاجه عندي اللي انا قلته فوق فين في التفاعل ده. اخر سلايد عندي زي ما قلنا في الاول نتيجه للاسيديتي بتاعه الالكين، ازاي احط افرق بين ده اسمه ايه؟ 1 2 3 4 يبقى اسمه 1 بيوتاين. ده ايه؟ 1 2 3 4 والكربون دي الثانيه اللي عليها تريبل بوند يبقى 2 بيوتاين. دول اثنين ايزومر لبعض زي ما خدنا في التسميه في الاول، ازاي افرق بين ال 1 بيوتاين وال 2 بيوتاين؟ ده نوعه ايه؟ ده نوعه تيرمينال الكاين، ده نوعه ايه؟ انترنال الكاين. التيرمينال الكاين بيحتوي على اتش بتخرج از بروتون، يبقى فعله مع مين؟ مع اللي قلت عليه ده، افعله مع السلفر نيتريت والامونيا سوليوشن يديني وايت بي بي تي، او الكوبراس كلورايد في وجود الامونيا يديني الريد بي بي تي. التفاعلات دي بتتم على مين؟ على التيرمينال الكاين، لازم كربون على عامل تريبل بوند وعليه ايه؟ وعليه هيدروجين. يبقى معنى ذلك ان ده يتفاعل مع السلفر نيتريت في وجود الامونيا يديني وايت بي بي تي، ده ما يتفاعلش. ده من الحاجات المهمه جدا، ده ما يتفاعلش ليه؟ لان ما عليهوش هيدروجين اصلا ان هو يخرج از بروتون والسلفر يحل محله. مش كان هنا كان بيخرج الهيدروجين ويحل محله مين؟ الاي جي اللي هو السيلف. طب خلاص خلصنا من دول. ده بدولت ده عباره عن الكان، ده عباره عن الكين، ده عباره عن الكاين. لو فعلت اي حاجه من اللي قلناها ديت هتفرق لي بين الالكاين التيرمينال الكاين ده والالكان. مش ديت عباره عن سي وسي ديت اللي عليها السهم ديت متصله بايه؟ متصله باتش، بس دي قلت البوند لاين مش مرسوم، وده الكين وده الكاين. يبقى الالكان لو حطيت سيلفر نيتريت وامونيا سوليوشن هيتفاعل مع ده وما يتفاعلش مع مين؟ وما يتفاعلش مع الالكان. وفي نفس الوقت ما يتفاعلش مع مين كمان؟ ما يتفاعلش مع الالكين. ما يتفاعلش مع مين؟ مع الالكين. يبقى السلفر نيتريت زي ما قلت هنا في المثال ده، سلفر نيتريت وامونيا سوليوشن يتفاعل مع التيرمينال الكاين. ما هو ده تيرمينال الكاين سي اتش 3 سي اتش 2 سي تريبل بوند سي اتش، ده اللي هو ال1 ايه؟ اللي هو ال1 بيوتاين. ده الرسم اللي الراجل ده هو اللي قدامك ده اللي اتسام عليه ده، هي الرسمه دي بالظبط اهو. سي اتش ادي سي، وقلت لك الاتش ما بتترسمش، وتريبل بوند، وادي سي وادي سي اللي هي السي ديت، وادي سي اتش 2 اللي هي السي اتش 2 سي اتش 2 ديت، وادي هنا فوق ايه السي اتش سي اتش 3 ده اللي هو ال1 بيوتاين. يبقى فرق عن دول بايه؟ بالسلفر نيتريت واتش سي ال يدان، هيخش الاتش الاي جي مكان مين؟ مكان الاتش اللي هنا ويديني وايت بي بي تي. ده بالالكين والالكان، افتخر في الالكين، كنت بقول بعمل له عمليه ايه؟ برومينيشن. البروم ده له لون بني او لون محمر، بني محمر، يتفاعل مع مين؟ هيتفاعل مع الالكين، هيديني هنا اعمل له عمليه اديشن. يبقى هنا واحد هتاخد بي ار والدبل بوند دي تتكسر اللي هي الباي بوند، هنا بي ار واحده بي ار ويديني واحد واثنين داي برومو بيوتان، ولون البرومين هيروح لانه حصل له اديشن على مين؟ على الدبل بوند. انما هنا هيتفاعل مع الالكان، ما يتفاعلش مع الالكان لانه هو لسه ايه؟ لسه رياكت. يبقى انا لو عايز افرق بين الالكان والالكين احط برومين، البرومين يتفاعل مع الالكين، ما يتفاعلش مع مين؟ ما يتفاعلش مع الالكان. طب عايز افرق بين الالكان والالكاين تيرمينال الكاين يبقى احط مين؟ احط الايه؟ سلفر نيتريت وايجين ايجين او 3 والامونيا سوليوشن، الاتش اللي انا تخرج ويحل محلها السلفر ويديني وايت بي بي تي او الكوبراس كلورات في وجود الامونيا. طب عايز افرق بين الالكين والالكاين، نفس الكلام سلفر نيتريت ومين؟ والامونيا سوليوشن. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، ويا رب تذاكروا الحاجات دي كلها بكل اهتمام لانها من الحاجات المهمه جدا جدا. وسلام الله عليكم ورحمه وبركاته.